الشباب. نحن الآن صوت 68 صوت 68 كنا نتكلم في موضوع اسمه فايبرو ديليشن سيندروم. كنا وقفنا عند المركز فيديو صح كده، وبعديه واحد اسمه جولي. كل الناس ده مميز فيه البيزا سيل كارسينوما، بيدي كاركترستيك عنده مالتيبول بيزا سيل كارسينوما. هتلاقي الصوره بتاعته اللي الصفحه اللي بعديها صوره بيزا سيل كارسينوما. احنا عندهم ديزاوفر في سكين اسمها اودونتوجينيك كيراتوسايت، مش مهم الكلام ده. عنده فالمو بلانتر بيتس، يعني نقط كده في ايديه، وكالسيفيكيشن في الفاكس سيلوي. ترى بس ان الجولي معاه مالتيبول بيزا سيل كارسينوما. اللي بعديه مش مهم، واللي بعديه مش مهم، واللي بعديه مش مهم. يلا يا عم واجر بقى، ده مهم جدا. واجر سيندروم ده مهم جدا جدا جدا. احنا كنا جبنا سيرته فين قبل كده؟ البوز ادجوس جينيتاليا والمايكرو ادجوس جينيتاليا والمايكرو ديليشن بتاعه فيتا 11 بي 13. ده مهم جدا جدا جدا. ان 11 بي 13 ده فيه جين مهم جدا فور بريفنشن اوف ويب تيومر. كان في جين موجود كده اسمه ويب ستيومر 1 جين. اسمه ويب ستيومر 1 جين. انا ماشي ده بيطير مع قطاره، يبقى عندهم بايلاترال ويب ستيومر، حاجه يعني ايه خطيره خالص. ده وجر ده اختصار دبليو ويب ستيومر. اكتب جنبها كده يوجوالي بايلاترال، اللي هو حاجه مش شائعه في الويب بس بيقول يوجوالي يونيلاترال. صح ولا لا؟ دكتور محمد اقرا لك هناك الريسبت لو سمحت. الريسبت هنا بلس بقى اور ماينس جونادو بلاستوما لونج فيس ابورد ستاندنج فيرتيبرال فيشر ودوزس وبيكت نوز ولوسيت بورلي فورمد اورجنز. سهل الكلام؟ الوجه سهل. دبليو اي جي ار. الكوبسون ده مش مهم. برادر فيري غايه في الاهميه، خلي بالك برادر فيري غايه في الاهميه. انا اعرف واحد شافه بتاعه برادر فيري سندروم بس. دخل اهو شافه بالراس مش هقدر اعيد. انا اللي برادر فيري سيندروم مثلا مايكرو ديليشن ديليشن، عايز اقول بقى اللي اعرفه هو كده والله العظيم. خبرته انا سيرفر برادر فيري سيندروم. فده 15 كيو 1 1 الى 1 3 مهم جدا، مهم جدا ان هو بارتيرن. اظن كده قلناها وتعبنا فيه خالص صح ولا لا؟ تعرف ان هو 15 كيو 1 1 الى 1 3 وفي جزئين كده بارتيرن. ده عندهم سيفير هايبوتوني ثروب البيبي يعني يبقى اوبيس، والاوبيس دي تظهر بعد السنه الاولى من العمر، وسببها ماركت بوليفيشن ياكل كميات هائله من الطعام. زي واحد اعرفها جدا كان يعني بيجي معاه درس ترمز ايه شاي ويجي مع المدرسه تعالى درس ياكل ما علينا يعني سيفير بوليفيشن مش فاهم جه درس ولا جه رحله بس مش مشكله. وشورت ستيتش وسمول هاند اند فيت يعني ايديه ورجليه صغيرين بالنسبه للجسم وبوضوح، وهايبوغونيديزم وسمول فينس واندستندد تيستيكل ومنتال ريتارديشن وسكوينت وابنورمال ايرز وانكريز انستنس اوف دايابيتس ميلينس. فبرادر فيري ده مهم خالص خالص خالص. اخوه بس الاب هو الثاني انجل مان سندروم. اخوه من نفس المايكرو ديليشن 15 كيو 1 1 الى 1 3 بس ماتيرنال. معلومه عشان ما ننساش برادر ماتيرنال. انجل مان ماتيريال. انجل مان ده عندهم هايبوتونيا وفير هير وفاتحين. على فكره برادر بيري يبقى فاتح برضه على فكره. برادر بيري لو ما كنتش بتبقى زي الوضوح يبقى فير كلر. البرادر بيري والانجل مان الاثنين فير كلر. الاثنين لان الجين بتاع النانوسايت موجود في الحته اللي طارت دي. فطار ما عندوش ميلانين كفايه. الاثنين فير كلر. عندهم فيشال هايبوبليزيا بروجناثيزم وكونفالشن. بس حاجه مميزه جدا ان هم احلى حاجتين هم جيركي اتاكس موفمنت وعندهم انكنترولبل اتاكس اوف لافتر. ده بيسموه هابي بوبيت سيندروم العروسه السعيده عشان ايديه ورجليه بتتحرك زي العروسه بالظبط وايه وبيضحك ضحكات ليس لها ايه
لازمة وسيفير منتال ريتارديشن. اللي بعديه ده مش مهم. معلش اكون كلمة افتر يعني تاوكس يعني اتنافس. الانجليزي بقى مش زي هوكا ولا حاجة. الانجليزي دي ما يطلع على الموضوع. لكن واضح انها تكون يعني تاوكس يعني اتنافس. فده انجليزي يا باشا يا دكتورة. اللي بعديها روبنشتاين تايبي ده مهم خالص. بيجي سلايد اصلا جه مرة قبل كده روبنشتاين تايبي. اسمه ثاني برود ثامب سيندروم. برود ثامب سيندروم. عندهم ماكروكيفالي وتوزس وبيج نوز ولو لاين فترة. بس حاجة مميزة جدا هي البرود ثامب واللارج والبيج تو. يعني الثامب والبيج تو عورات جدا لكنهم سرعان لازقين في بعض. وغالبا الثامب يبقى انجوليت. لازم مميز جدا لازم يجي سيندروم فيه كده. ما ينفعش يجي بالوش بس الوش مش مميز خالص. لازم ثامب او بيج تو عورات خالص. وغالبا الثامب يبقى انجوليت يعني ديفورمد مش ستريت كمان. يعني اسمه برود ثامب سيندروم. ماشي السيندروم ده براكي كيفالي فيشل هايبوبليزيا دوغماتيزم مايوبيا كريتس بلد شورت فيتشر بيهيفير بروبلم ومنتال ريتارديشن. ميلر ديكر مايكرو كيفالي لايسن كيفالي. ايه لايسن كيفالي ده؟ اللي هو ابسنت برين كونفوليوشن البرين ابيض خالص مفيش فيه تعرجات ده نيورو. باكي جايرا ثيك كونفوليوشن تبقى تعرجات تخينه قوي اسمها باكي جايرا. نارو فور هيد وهايبوبلاستيك مين جينيتاليا وبروز اند منتال ريتارديشن وكونفرشن. ادي ميلر ديكر سيندروم. اللي بعديه اجاي سيندروم ده اهم واحد فيهم. اجاي سيندروم اذا كان صاحبنا اتسال قبل كده بقول لك بقيت شفوي فانا جاي في سؤال اي سي قبل كده 22 منها. انا جاي سيندروم دي سؤال اي سي 25 منها. بس هو حاله من الهيماتولوجي مش هنا. الهيماتولوجي مكتوب بتفاصيل اكتر وفي كوليستيزيس وبيتكلم عن الكوليستيزيس ومشاكلها وعلاجها وكده قصه كبيره يعني. فالاجايل سيندروم ده فيه 5 بيز مشهورين خالص. البي الاولانيه بيكيوليا بيز. البيز البيكيوليا ده موجود عندك في الصفحه اللي بعد اللي بعد اللي بعديها. الوش يبقى مثلث تريانجولر يبقى النوز ستريت ومدببه بوينت النوز والشين تبقى مدببه. ده الوش المميز بتاع الاجايل سيندروم. ماشي الحال. دي اول بي. البي الثانيه هي المهمه خالص اللي هي معاك في الموضوع اللي هي بايل باك هايبوبليزيا او بوستي او انترا هيباتيك بايل باك. عشان كده المين بريزنتيشن بتاعته كوليستيزيس وده حاجه مهمه اللي فيه. البي الثالثه بالمونري ستينوزيس. البي الرابعه بوستيريور امبيريو توكسيك حاجه في الكورنيا. دي حاجه في الكورنيا بتشكل سليف لامب بسهوله طبعا عارفينها يعني. والبي الرابعه بطل فلاي فيرتيجن. بطل فلاي انا جاني اللي بعديه لايجور سيندروم. طبعا مهم جدا 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 في جدا 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 كان بيعملوا السايمس والباراثايرويد حتى بيهاجم عندهم سايمس ابليزيا او هايبوبليزيا حسب السيفيريتي اوف ذا كونديشن باراثايرويد ابليزيا او هايبوبليزيا وعندهم حتى النهارده بتبقى ضغط مضروبه يبقى عندهم كارت انفكشن وهايبوكالسيميا وكونجنتال هارت ديزيز وطبعا بيكيوليار فيس او وش هي مشكله الوش هايبوبليزيا اوف ذا اير والاكسترنال بليتو الكنال وعندهم طبعا كارديك انومي زي ما اتفقنا حاجات كلها فوق عشان القرش لو كده حته في القرش عندهم بقى انترابتد اورتيك ارش ترانكس ارتريوزس تالو رايت سايد اورتيك ارش دبل اورتيك رايت فينتيكل شيء من هذه الاشياء. كليفت بالانس وورد تيشر بيبر بروبلمز ده اللي بيسموه كاتش 22 يعني عارفين بسهوله كاتش باختصار الحاجات اللي عنده سي كارديك انوماليز اي ابنورمال فيس دي سايبك ابليزيا سي كليفت بالانس واتش هايبو بار و22 اللي هو الايه؟ الكروموزوم اللي طار عشان ما ينساهوش ده مهم خالص خالص مع هو الماجوليشن زي جورج والاجايل دول اهم اثنين في الماجوليشن ما ينفعش جاي سؤال ما تفهمش زي جورج والاجايل اشهر اثنين واهم اثنين خلي بالك عشان ما تنساهمش خلي بالك ال 22 كيو 11 مايكرو ديليشن ممكن يجي بديفرنت مانيفستيشن مش بس زي جورج كلها بيسموها كده 22 ديفرنت بريزنتيشن زي فيلو كارديو فيشال سيندروم سبلنتن سيندروم كونو ترانكال فيس سيندروم كلهم فيهم حاجات زي بعض يعني فيس ابنورماليتي وهارت انوماليز حتى اسمهم فيلو كارديو فيشال
فيلو حتى في السايمس والبازيرويد وكارديو فيشل، بس الشكل يعني مثل الهارت هنا غير هنا، شكل الوش غير شكل الوش، نفرض بنشوف نفس المايكرو دي اتش. اكس بي 21 حد فاكره؟ اكس بي 21 هو اخر واحد هو اللي بعد دي اللي بعد ده جورج واللي بعد دي اكس بي 21 مايكرو ديليشن. لا ايه؟ مش هيك ماشي وهنفي الثاني. ايوه في الدومين ديفل بتراي الاديسون. صح اكس بي 21 ده موديلات بدور دي في الاديسون اكس بي 21 صح ولا لا؟ اللي جمع الدوشال وبيسترو كاريز ديفيشنسي ومنتال ريتارديشن صح ولا لا؟ صباح الفل الله على الجهاز وبيطلع الوضع عليه كده الحمد لله خلصنا مايكرو ديليشن سيندروم. دي حاجه عظيمه جدا. انا قلت لا تحفظ المايكرو ديليشن ولا لا؟ لا ده حاجه الحاجات المشهوره هات موازي الحاجات المشهوره زي مين؟ زي داي جورج و انا جاي ماشي منه برادر بيري على الاقل خالص مش احنا لازم نفهم وبير عن بروفان انظار طبعا تعرف اسم سيندروم وفي انجل بس بتاعك لكن مارك ديليشن عادي ربنا انظار بس حاجات مهمه لازم اعرفها. الحمد لله خلصنا مجموعه من الامراض اسمها مايكرو ديليشن سيندروم. نيجي بقى لمجموعه ثانيه من الامراض مهمه جدا جدا اسمها كروموزومال بريكج سيندروم. اسمها الجديد الحقيقه كروموزوم الانستابيليتي سيندروم ده اسم الاجاده بس عشان بريكج هو الاشهر فكده الاثنين بس الكتب الجديده كانها كروموزوم الانستابيليتي سيندروم الحقيقه. ايه حكايتهم دول؟ بص يا شباب والله احنا الدي ان ايه بتاعنا العادي خالص ده بتاع نورمال انديفيديوال عادي بيتكسر كل شويه بيحصل فيه كسور بريكس والله من الاذر اشهر حاجه تعمل كسر في الدي ان ايه من انفكشن من توكسين من دراجز مثلا عايز ناقش ثلاث ساعات في المناقشه في اخر المناقشه عباره عن دي ان اي بريك كده يعني يقول ده ممكن ايه يعمل دي ان اي بريكس فدي حاجه عاديه فربنا حاطط لك برضه ميكانيزم تقول ايه في شويه انزيمز كده زي لايجيز انزيم لايجيز زي اندو نيوكليز انزيم عادي لو حصل كسر يقوم ايه تسيل ذيس بريك الموضوع بسيط خالص الحمد لله تمشي زي الفل عادي الناس ساعتين ونص خرجت زي الفل عادي الحمد لله ولا حاجه خالص. لكن في ناس بقى عندهم حاجه من الاثنين يا اما الميكانيزم اللي بيسيل البريك ده فيه مشكله حتى الانزيم دي ناقصه او مش موجوده او عندهم الدي ان اي بتاعهم مور فراجايل فبيتكسر اكتر من الطبيعي اكتر من قدره هذه الانزيمات على ان هي ايه تسيل البريك فالاند ريزلت في الاخر ان الجمهوريه بتاعتهم بتبقى ايه انستيبل او فراجايل او بتتكسر او بيحصل فيها بريكس اكتر من سهل الكلام كده. هما خمس سندرومات مشهورين جدا الخمسه كلهم كروموزوم اكسس والخمسه كلهم في انكريز انسيدنس اوف كانسر طبعا حاجه مفيده جدا دي ان اي بريك لازم يعمل كانسر امال ايه اللي يعمل كانسر يعني سهل الكلام فكلهم في انكريز انسيدنس اوف كانسر. اول واحد فيهم واشهر واحد على الاطلاق وبيسيل يعني لازم تخبط فيه على فكره السندروم ده في ام سي كيو في سلايد في شفوي في ديفرنشال دايجنوزيس انا بخش حاجات كتير جدا اللي هو التاكسيا تنانجكتيزي واشوف هنا يعني ايه بتهيألي سمعتوه 743 مره سمعناه فين؟ في سلايد سمعناه في النيورو في الثالث في الاميون صح ان هو ون اوف ذا اميون ديفيشنسي ديزورد الموضوع سهل اهو صح ولا لا؟ واتبعنا ان هو التاكسيا تنانجكتيزي يعني يبقى عنده ايه؟ واسمه التاكسي تنانجكتيزيا يعني مين هيجي الاول؟ التاكسي لو حد دخل الامتحان وسال في السندروم وما عرفش يعمل ايه؟ لا ما روحش يا دكتور ده ما روحش خالص ظل دائما في الشوارع على وجهه مدة ثلاث سنين يشوفه يجيله حاجه ايه اللي هنا كده يعني فالاتاكسي يجي الاول هو انفانت عنده اتاكسي لما يكبر شويه تظهر عليه تاجكتيزي سهل الكلام كده وبين هو اميون ديفيشنسي او لاك الاميون ديفيشنسي اكيد عندهم ريكارنت انفكشن صح ولا لا؟ يبقى عندهم التاكسيا والانجكتيزيا والريكارنت انفكشن غلط انا ما اخدتش كوبايه صغيره دي خالص مش انا واحد يا راعي مزاج انا ايه كوبايه دي خالص الحاجات دي ما طب قهوه مثلا مش شكلها سهل الكلام
وبين هو خلاص بس قصه الاول المشاريع انا خلاص المشاريع يلا يا حضرتك زحلق يا عم سيد زحلق او مغاد لا مغاد يا عم سيد كل عايز معسل معسل يلا يا جماعه فصلنا بالدي الحمد لله على السيد ماشي هيبقوا معايا بما ان هو وان اوف ذا كروموزوم بريكي سيندروم يبقى اكيد في كانسر ممكن او ليمفو سهل كده يبقى انتاكسيا سكارت انفكشن تلانجكتيزيا ممكن او ليمفو سهل كده ولا تنسى انه ذكر قبل ذلك بالديفرنشال دايجنوزيس بتاع اليوروفايبروماتوزيس ليه؟ عشان عنده كافي اولي كافي اولي ايه؟ سهلة والعيال دول الافكت اللي فيهم في التي سيل وفي الاميونوجلوبين الاثنين بس اكتر اميونوجلوبين بقى افكتد اي جي اي اي جي اي سهل الكلام كده عشان كده اكتر الانفكشن بتيجي في مكس ممبرين سايلو بالمونر انفكشن نيمونيا وساينوسايتس والحاجات وقلت لكم قبل كده ان ده هيجيله نيمونيا فانت عايز تشخصه صح ولا لا تسمعه الاكريبيتيشن تقوم صوروا اكس ري تلاقي باتش صح ولا لا العين بدات تكسر الانجكتيزيا ما تصوروش اكس ري ان الاكس ري هتزود احتمال الجين اي بريك واللوكيميا واللوفوما خلي بالك تعتمد في رصيص النمونة على السماعه وبس سهل الكلام دي حاجه مهمه ايه مهمه جدا ادي يا سيدي الفاضل التاكسيا الانجكتيزيا اللي بعديه اسمه بلوم سيندروم ده ديفكت في الدي ان ايه لايجيز انزايم عندهم ارسيما ولايت سنسيتيف فيشيال ريش وتلانجكتيزيا ان باتر بلاكس ديفيوجن فوتو سنسيتيفيتي وشورت ستيتشر وعندهم انكريز ريسك اوف ليمفو ريتيكولار مالجنس يعني كيميا وليمفوما برضه وصغننين كده وعندهم سمول وعندهم از ريديوسد ايمونوجلوبين ليفل اي جي ام واي جي ادي يا سيد الفاضل بلوم سيندروم الثالث هنكوني انيميا قلناها في الهيماتولوجي هنكوني ايه انيميا وقلناها في الهيماتولوجي قلنا ان هنكوني انيميا فيها ابسنت ريدس صح كده وادي الاذر كوزز اوف ابسنت ريدس عندك اهو هنكوني انيميا وطار سيندروم اللي هو ثرومبوسايتوبينيا ابسنت ريدس سيندروم بولاند انومالي ابسنت ريدس مع ابسنت فيكتوراليس ميجور وهولت اورام سيندروم ده ابسنت ريديس مع اتريال سيبتال ديفكت ايه اس دي قلنا ان الفانكوني والهولت اورام قد يكون معاهم ابسنت صمت وقد يكون لا بينما الطار والبولند نيفر الطار والبولند معهمش ابسنت صمت بينما الفانكوني والهولت اورام سيندروم قد يكون معاهم ابسنت ايه ابسنت صمت وادي اكس راي كمان فيها ابسنت ريديوس وابسنت صمت اللي بعديه اسمه نيشميجان نيشميجان بريكج سيندروم نيشميجان امر الله هنعمل ايه بقى هو اسمه كده نيشميجان بريكج سيندروم دول عيال مواسم مايكرو كيفال موجوده ادفيرس والعيال دول لما يكبروا الراس ما تكبرش معاهم جسمهم بيكبر كويس قوي بس ما تكبرش اكنهم عندهم اكواير ماكرو كيفال يعني ايه يعني بتظهر على كبر كمان حاجه مميزه قوي في العيال دول بتظهر صغننه جدا ما بتكبرش كده صغيره كده جسمهم بيكبر كويس قوي ده مع الوقت الماكرو يمر مر ابرن يظهر قوي ان ما في فرق واضح بين حجم الراس وحجم الايه وحجم الجسم بتاع هذا الطفل عنده فيشال فيتشرز سلوبنج فور هيد يعني طلع فوق كده سلوبنج فور هيد prominent nose, large ears, small jaw, upward bending of the palpebral fissure. تبقى اوضح ما تكون عن سن 3 سنوات هذه الابنورمال فيتشر. short stature وعندهم immune deficiency A والجي بيبقوا ناقصين. وعندهم radiation sensitivity بفضل ما تصوروش اكس ري خالص قدر الامكان اي اكس ري ممكن تعمل لهم malignancy. وعندهم very strong predisposition to lymphoid malignancy. احتمال يجيلهم نون هودجكن لنفوما 50 مره اكتر من نورمال بوبوليشن بالذات لو تعرضوا الى الاشعاع. ادي النجم ده بريكج سيندروم.
اللي بعديه اسمه زيرو ديرما بيجمنتوزا، ده نقص الاندو نيوكلييز انزايم اللي كان بيصلح الالترا فايلوت انديوزد دي ان اي دامج. يبقى هتلاقي ديس اوردر في السكين والاي عشان هم اكتر اورجانز معرضه للالترا فايلوت ري، صح ولا لا؟ عندهم بايت سنس براش وسكيلينج وسكارينج وسكين مالجنس. فيري كومن فيهم السكويماس سيل كارسينوما، هنا بقى عندهم الراش ده بيحصل له بروجريسيف بلاكنينج، هتقولناها في السلايد. اخرتهم زي ما شايف المنظر بتاع الايه الصوره اللي عندك سكويماس سيل كارسينوما، والاي فوتوفوبيا وكورنيا اوباسيتيز، عندهم منتال ريتارديشن وديفيكس. الحمد لله خلصنا الكروموزوم بريكيتش سيندروم. سهله دي حاجه عظيمه جدا، الحمد لله مفيش الام هاتف خالص. يبقى ايه الحمد لله تاني موضوع خلصنا النهارده اللي هو كروموزوما بريكج سيندروم. سهل الكلام ولا حاجه صعبه؟ سهل الكلام. يعني الدوره راحت فيها جدا. عارف كام خلاص هنيجي معايا. الموضوع اللي بعديه اسمه كونجنتال انوماليز. كونجنتال ايه؟ انوماليز. هذا السؤال جه رئيسي قبل كده ب 25 درجه. كونجنتال انوماليز. قريبا يعني انا يكون الجينيتال الانوماليز ممكن تبقى سنجل جينيتال انوماليز، صح كده؟ هي بي سي دي زي كده، ممكن تبقى مالتيبل كونجينيتال انوماليز، يعني مثلا عنده داون سيندروم، صح ولا لا؟ ده مالتيبل كونجينيتال انوماليز. هو السؤال كان جه ميكانيزم اوف كونجينيتال انوماليز، ده كان السؤال. فهنرد مع بعض وات از ذا ميكانيزم اوف كونجينيتال انوماليز او تايبس اوف كونجينيتال انوماليز. بتاع السنجل انوماليز عايز ما يا مال فورميشن يا ديسربشن يا دي فورميشن، يا مال فورميشن يا ديسربشن يا دي فورميشن. ايه الكلام اللي ملوش اي لازمه ده؟ هنفترض ان الاورجان النورمال الهارت مثلا لما يبدا الديفلوبمنت طفل عامل كده، لو الدنيا مشيت كويس خالص يبقى في الاخر الحمد لله شكله سليم، ده شكل سليم ماشي ده النهارده. بس في الوراثة مش مختلف في الوراثة. ظهرت أول ما بدأ يديفلوب خالص كان سليم شكله حلو، فآخر الديفلوب بس خلص شكله حلو زي ما هو ماشي الحال كده. هو أنت قلت حاجة تفهمني لسه هقول حاجة خالص لا أقول لك أنا مش فاهم حاجة لسه لسه هقول أهو ماشي الحال. وطلعت إيه؟ ده الهارت. سيبكم يعني معاه خالص، دي دكتورة عندها ظروف نفسية معينة جدا، احنا كنا مفضلين احنا لازم نقعد جنبها، كانت عندها استمرارية مش مشكلة. فنفترض إن الهارت من أول ما بدأ يديفلوب كان شكله عامل كده. لخبط يعني. يبقى آخرها تبقى إيه؟ زي الكلام كده؟ من أول ما بدأ يديفلوب خالص كان لخبط. هتبقى آخرته إيه؟ لخبط. دي اسمها مالفورميشن. اسمها ايه؟ وصلت؟ واحد تاني الهارت كان بادي فلة ماشي الحال كده؟ يعني واد من اول ما هو صغير بتربي وحش يطلع الواد اخلاوي لازم هنجيب منين يعني صح ولا لا؟ لنفترض واد متربي كويس بعدين جه بقى دخل المدرسه اصدقائه قال ايه؟ صح كده؟ فبقى ايه؟ الهارت كان بادي كويس وجات حاجه بوظت الديفلوبمنت بتاعه، ده في الاخر طلع عنده ايه؟ كونجنيتال هارت ديزيز، دي اسمها ديسربشن. وصلت له ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام كده؟ في حاجه صعبه؟ ساعات اقتنعت دلوقتي يا فندم بالرسمه الحمد لله ماشي الحال. واحد يا جماعه هاخد مثال ديفلوبمنت راجل معاك دي الحته المهمه في الموضوع او ذا انتر فيتوكا سيبت ماشي الحال كده؟ كان انتكت فضل انتكت ولا بينزل ما عندوش حاجه صح؟ من اول ما اتكون هو في فورم بينزل عنده ايه؟ فورم. يعني اتكون كويس كان حاجه خرمته بعد كده بينزل عنده ايه؟ فورم. ركز معايا حته مهمه بقى في الاخر هو نزل عنده بي اس بي.
يبقى عمال واجع دماغي ليه بالقصة؟ انا مالي هو كان اول ما اتعمل بايظ ولا مش بايظ؟ هو عشان احنا للاسف الشديد بنكمل في الوراثة. هتفرق في الريكارنس ريسك لو انت قدرت تعرف ميكانيزمه ولا لا؟ طبعا تفرق. مين فيهم الاعلى الريكارنس ريسك؟ طب الاول واضح ان القصة هنا فيها جينات. قلنا ان القصة هنا حاجة ايه؟ هنا ابو وامه مضروبين، هنا اصدقاء السوء فايبرومنتال وصلت ولا ما فقدرت اعرف اه ان هي كلينيكالي لا تفرق في شيء. ذات كده هي مالفورميشن ولا ديسربشن. هي في الاخر اتولد الاورجن وفي كونجينيتال انوماليه فلانيه. فقدرت اعرف انا اعرفها ازاي؟ بالفور اكسونار مثلا. من اول ما انا حطيت اتكون اول ما عايز اشوف السونار في بي اس بي. لكن كويس حاجات كتير مثلا اللي بتعرف تعرف الميكانيزم اللي حصل يعني هو ده كده ولا كده؟ اه دول الاهل الريسك اوف ريكارنس كانت عالي ولا مش عالي؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ ادي اول حاجه صح كده؟ ادي اول تو ميكانيزم دول سنجل كونجينيتال انوماليز. الميكانيزم الثالث اسمه ديفورميشن. ايوه يا باشا. ايه؟ ديفورميشن ديسربشن. مش حاجه صعبه كده يا شباب؟ حاجه صعبه؟ اللي بعديه اسمه ديفورميشن. ديفورميشن دي كونجينيتال انوماليز. Caused by mechanical force. يعني ايه؟ واحد عنده اولجوهيدرات فرجله محطوطه في جوزه غلط فتولى فري بس اكوان وفاقس اسمها ديفورميشن. يعني ده بس كان حاجه ايه؟ ضغطت عليه عملت الكومبريشن عوجته خلت الاورجان شكله ايه؟ مش مظبوط في الاخر. دي اسمها ديفورميشن. سهل الكلام كده؟ دي حاجه صعبه؟ ممكن نسميها يعني بالمنظر ده محفر برضه. دي فورميشن عشان كده عامل كده ده كده من بس ايه اتعوج لكن مش رفض ولا حاجه رجلي بس اتعوجت لكن هي عظم مفيش فيه حاجه سليمه هي معوجه بنصلحها يبقى ايه اسهل من اصلاح حاجه ثانيه. دي فورميشن ميكانيكال فورس من الاصل خالص من فورميشن مكونة كويسة وباظت بعدين يبقى ديسربشن اتعوجت اضغط عليها ديفورميشن. أو تاني أو تاني أكيد الماتيكا سهل الكلام كده. في حاجة صعبة؟ أدي الديفرنت ميكانيزمز أوف سنجل كونجينيتال أنوماليز. معنى الجدول أهو إكزامبل لميجر أنوماليز إكزامبل لماينور أنوماليز. ميجر انوماليز زي ما بقول لك حتى كمان بالاس بتاعتها الشائعه بي اس دي اس دي بي دي اي فلو انا الجيفه دي هذا الجيفه دي بقى الجيفه دي كريت دي كريت دي بقى ماينر انوماليز بريو كارداج الجاستيك فول لك ما بقى الحاجات كلها ايه عبيطه. لا 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 خالص انا بس ايه الشائع ايه الشائع انا حضرتك 1% طبعا انا بس دي حاجات شائعه انا حاجات الشائعه تحضر لي كل الاكسس ليه يعني ماشي حاجه كده. دي حاجه صعبه ده اول حاجه ميكانيزم اوف سنجل كونجينيتال مالتيبل كونجنيتال انوماليز. هيبقى عندنا مالتيبل كونجنيتال انوماليز. ايه بقى الميكانيزم بتاع المالتيبل كونجنيتال انوماليز؟ اول ميكانيزم هو سيندروم. ما هو تعريف كلمه سيندروم في التيبل؟ متلازمة يا ما شاء الله والله العظيم يا نظر واحد بقى لنا في نطين لا انت عارف مصدر الدورة بتتكلم في العربي يعني ما هو تعريف كلمة سيندروم يعني مثلا لو قلنا مثلا سهى حسين سيندروم مثلا يعني مالتيبل كونجنيتال انوماليز مالتيبل مانيفستيشن صح وبعدين لها جينيتك كوز واحد بس نعرف ان ده بيكون جينيتال وبيلتا سيندروم ده جينيتك كوز
وسندروم اهي. ومش ريليتد لبعضها ولا ايه؟ مش ريليتد لبعض. نعم؟ هي اصل واحد يعني. لها كوز واحد. صح. ايه تعريف بقى؟ ده مجموعه من الاعراض. هذا سنجل ايديولوجي. وكلما تكرر هذا الايديولوجي تكررت نفس المجموعه من الاعراض. ده تعريف كلمه لازم نفس المجموعه من الاعراض. مش شرط. صداع بقى خلاص. صداع سهل الكلام كده ماشي الحال. يعني مثلا زي داون سيندروم سببه ايه؟ ترايز و 21 وكل ما يجي 21 يبقى في مجموعه من الاعراض ايه؟ تمثل داون سيندروم كونجينيتال روبيلا سيندروم سببه ايه؟ روبيلا انفكشن في الفيرست تريمستر. كل ما تيجي في مجموعه من الاعراض تمثل كونجينيتال روبيلا سيندروم مفهومه؟ في كلمه سيندروم مجموعه من الاعراض لا سنجل ايديولوجي كويس كده وتتكرر كلما تكرر هذا الايه؟ اللي بعديها بقى اسوشيشن. يعني ايه بقى اسوشيشن؟ يعني نقول فاتر اسوشيشن اشهر واحد فيهم فيرتبرال انريكتر تراكيو اسوفجيال رينال انوميز او هي مجموعه من الديس اوردرز او من الاعراض او الانوميز او ما تسميها تتكرر مع بعضها بصورة لا يمكن تفسيرها بالصدفة. يعني ايه الكلام ده؟ ممكن جدا صدفة كده واحد يقول لك ليه شريك وبي سي دي وارد حظه بقى كده جاله في حاجتين في نفس الايه؟ في نفس الوقت. لكن اجي ادور في الليتريتشر الاقي ما اتكررش في التاني كله مرة او مرتين بقيت صدفة؟ صح ولا لا؟ لكن لما الاقي واحد في كل 2000 مولود عنده فاتر اسوشيشن لا مش يعني بتبقى اكيد مش صدفة صح ولا لا؟ لكن حتى الان لم يتم معرفه ما سبب هذه الاسوشيشن. فمش قادر اسميها ايه؟ سندروم. اسميها اسوشيشن. وصلت ولا ما وصلتش؟ يعني ما لهاش كود معين. ما هي تعرف الجنريشن في الجوبيوليشن موجوده في الجوبيوليشن بصوره كبيره لا يمكن تفسيرها بالصدفه. قلت لحضرتك اهو يعني مثلا في امريكا بيتولد في السنه 1,000,000 مولود. في السنه دي حصل في 10 اللي فاتوا اثنين عندهم بي اس دي وفيفت بدل صدفه في 10 منهم حصل اثنين صدفه. لكن لما يحصل في كل 2000 واحد عنده فاتر اسوشيشن اكيد مش صدفه. وصلت ولا ما وصلتش؟ انا مش عارف ما هو سبب هذه الاسوشيشن. وصلت ولا ما وصلتش؟ يعني علماء الوراثه كلهم تقريبا يعتقدوا اعتقادا جازما ان هذه الاسوشيشن هي سندروم ولكننا لم نعرف السبب حتى الان. هو اكيد مش صدفه. يمكن يكون انفكشنز ايجنت انا مش عارف عامل انفكشن اللي هو في الفيرست ترايمستر قد يكون جين واحد باظ ولسه ما سبتوش. فقال لك مع الوقت معظم الاسوشيشن هنطلق عليها سندروم بعد ايه؟ بعد شويه. واشهر حاجه الفاتر والفاكتري والتشارج سندروم والاوبر هوم اوف ذا اي هارت افكت اتريزيا جوانا وريتارديشن وجينيتال انوماليز وير أنوميز. سهلة؟ سهلة. يبقى دي تاني حاجة تعمل مالتيبل كونجينيتال انوماليز اسمها اسوشيشن. سهلة؟ سهلة. الحاجة اللي بعديها اسمها سيكونس. اسمها ايه؟ دي مالتيبل كونجينيتال انوماليز لكنها بسبب سنجل انوماليز. يعني سنجل انوماليز عمل حاجه فاخر نتيجه نهائيه عندي مالتيبل انوماليز اسمها سيكو. زي ايه؟ الاطفال اللي عندهم رينال اجينيسيس. هي دي ايه؟ سنجل انوماليز رينال اجينيسيس. رينال اجينيسيس تعمل اولجو هيدرامنوس تعمل ديبريست فيس ومنيزل هايبوبليزيا وسكيتال انوماليز. كل ده اهو اسمها بوتر سيكو. دي بوتر سيندروم بيسموها كده في الاطفال من غير وراثة يزعلوا يقول لك لا اسمها بوتر ايه؟ سيكونس. دول اطفال بوتر سيندروم لكن اسمها بوتر سيكونس. المثال الثاني مايلو مينينجوسي هو عنده مايلو ايه؟ ريوسي بس. صح ولا لا؟ عامل ويكنس في اللور ليمب عامل اتروفي عامل بلادر اتومي عامل يونين دراكت انفكشن ريبيتد وعامل رينال فيلير اللي هو رينال فيلير ومصل ويكنس واتروفي وهايبوتوني وهذا مايلو سيل يسموها مينينجو مايلو سيل. سهل الكلام كده؟ ادي يا سيد الفاضل وبير روبن مثلا عندهم بس ريتروماتورمين فالطنج تبقى جوه البق والبق صغير. فاهم؟ لو كان حاجه بادي ايرلي يمنع الفيوجن اوف ذا بلد فلو جرفت ايه بلد فازل اوبستراكشن ان الطنج وده اسمها بير روبن ايه
سيكونس وليس سيندروم، يبقى اسمها صح بيير روبن سيكونس وليس سيندروم. سهل الكلام؟ في حاجه صعبه؟ الحمد لله. ما احنا بفضل الله تعالى وتوفيقه في خلال نصف ساعه تم الانتهاء من المايكرو ديليشن من الكروموزوم البريك سيندروم ومن الكروموزوم الانوماليز. طبعا ده حاجه انجاز صح ولا لا؟ كرة سهى يا ابني وكرة يا دينا، يعني مش كده يعني؟ يعني خليكم معايا؟ صح كل حاجة بتخش في كده في بلدي برضه. دي حاجة صعبة أوي يعني والله. الموضوع اللي بعديه جينيتكس أند كانسر. جينيتكس أند كانسر، يلا يا جماعة. هنكتب لهم كده على السبوره المره الجايه. تبسمك في وجهي يا اخي صبخ. هم نفس الثلاثه الاربعه. خليكم معايا. جينيتكس اند كانسر، هل هناك علاقه بين الكانسر والجينيتكس ام لا؟ كويس. هل هناك علاقة بين الكانسر والجينيتكس؟ في علاقة في قلبه. الناس قالت اللي عندهم جينيتكس اوردر عرضة أكثر للكانسر. صح؟ دي قصة، بس أنا بتكلم على الكانسر بقى لسه في الناس العادية. طبعا اللي عنده بعض الأمراض الوراثية طبعا أكيد. النيورو 5 بلس 5 1 هو ده الكانسر طبعا بقوه، كل بريك سيندروم هو ده الكانسر بقوه، مش بتكلم على دول. ان الواقع بس ايه الستيومر؟ طبعا انا بتكلم على الكانسر اللي احنا بنشوفها في حياتنا، الكيميا والكيميا والبلاستوما والويندوز والحاجات دي. هل الوراثه او الجينات لها دور في الموضوع ام لا؟ هي ممكن لو الاسبورز لو في مشكله في الجرم نفسها. لا مش هتعرف الجرم سيلز. علماء الانكولوجي وعلماء الوراثه يعتقدوا حاليا ان الكانسر اذا جينيتك ديزور مبدئيا، يعني لان الخليه السليمه من الصعب ان يحصل فيها كانسر، لابد ان يحصل فيها شويه دي ان اي تشينجز عشان تبقى ايه؟ هو الكانسر ده ديفكت في الدي ان اي بروليفريشن وماتوريشن او نون بروليفريشن. مع ذلك لا مين سهل الكلام كده؟ وصلت لهم قال لك وكانوا زمان فاكرين زي ما دول راجع بيقول كده، فاكرين ان الجينيتك ديس اوردر اللي بلاقيها في الكانسر دي هي نتيجه ولا سبب؟ رجلها هي سبب غالبا. عملوا ترانسلوكيشن، عملوا ديليشن في الكانسر سيلز، دي حاجه شائعه جدا. انا فاكرين حس اللوكيميا انا بنتكلم 10 دقائق عن الجينيتك ديفكت في ايه؟ اسمها سايتوجينيتكس والجيميك سيل، صح ولا لا؟ كويس قوي. واحد تاني قال لك الكلام ده كلام مش مقنع، لان مثلا المعظم بيسموهم اندستريال كانسر اللي هي كانسر اللي بتيجي تعرض الناس لحاجات معينه زي الاسبستوس زي السيراميك زي السموكينج مش عارف ايه، تبقى ازاي بتقول لي ان الكانسر ده حاجه وراثيه؟ اقول لك لا، ده دي بقى من الحاجات اللي تثبت ان هي حاجه وراثيه. ليه بقى؟ قال لك انت عندك كام عامل بشكل 5974. اشمعنى ال 10 دول اللي جالهم كانسر؟ يبقى اكيد برضه الموضوع فيه جينيتك بريد بوزيشن، كلهم متعرضين لنفس الفيروس بالظبط. بيشتغل نفس عدد الساعات، بيشتغل نفس عدد البتاع، اشمعنى دول؟ يبقى اكيد الموضوع طبعا هو مالتي فاكتوريا، مش بيور جينيتك ديزيز، مش دوشان ولا فلانك نوري، مش جين عزومه الناس عملت كانسر، بس اكيد الموضوع فيه وراثه ايه؟ ولها دور قوي في موضوع الكانسر، وصلت ولا ما وصلتش؟ وقعدوا في الديبيت ده لحد ما اكتشفوا البروف بتاع سموكي، يعني سموكي مشهور جدا ان هو بيعمل لان كانسر. قال لك اللي عندهم شورت تيلومير في مدى الايد بتاع الكروموزوم اللي هو بيتقاس هم اللي عرضه جدا ان هم يعملوا كانسر من سموكي. المهم اللي عندهم لونج تيلومير حد ما بيدخلوا ما بيجيلهمش، واللي عندهم شورت وما بيدخلش ما بيجيلهمش. عشان يجيلوا لان كانسر يبقى عنده شورت تيلومير ريس تيلومير ليس ويدخل.
نجيبه بقى ايه؟ حصلت ولا ما حصلتش؟ يبقى هي ممكن نعتبر الكانسر ده وانا بظمرتي فاكتوريال ديسوردر لازم جينيك سستابيليتي والانفايرمنتال ايه تريجرز. من كانسر بقى الكانسر تختلف مين اللي جات فيه مهمه خالص ولها رول كبير ومين اللي مرض فيه رول ايه؟ تعتبر ان غالبا الاثنين ايه؟ يشاركوا في احداث الكانسر. وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام كده؟ جميل. سهل جميل الفيشن. هما بيقولوا طبعا مين قال ما بيقولوش؟ يعني ايه ده عكس انا قلته جينيتيك مش حاجه انهيرتد هو ده جينيتيك بريدوسر الكانسر في هذا الايه؟ طبعا جين ديفيشنسي والجرانت ديفيشنسي او نادي بيولوجي وان الجينيتيك بتاع جين ديفيشنسي انفكشن وتوميون كانسر انا بقول تفسيرات كتير جدا للموضوع سهل الكلام ده حاجه صعبه كده؟ جميل ده كلام اللي هو ايه؟ الكلام العام بتاع كل الكانسر لكن في كلام بقى مخصوص خالص في الوراثه هيسمها اونكوشينز هيسمها تيومر سبريسور جين هيسمها ايه؟ اونكوشينز هيسمها تيومر سبريسور جين ايه اونكوشينز دي؟ بص يا باشا اونكوشينز دي هي جينات موجوده طبيعي في كل بلدان يعني كل بلدان طبيعيه عندهم اب تو 100 اونكوشين بس حاجه مش منطقيه طبيعي عندهم اونكوشين هو اونكوشين ما بيعملش حاجه ما بيعملش كانسر عشان كده سميناه عشان ما نلاقيش بروتو اونكوجين بروتو يعني مقابر سهل الكلام كده يبقى اذا في النورمال ستيت ما بيعملش حاجه سهل الكلام كده يبقى كل البنادمين الطبيعيين عندهم تو اب تو 100 سايت اسمه بروتو اونكوجين يعني يمكن يعمل كانسر لكن في الظروف الطبيعيه ما يعملش كانسر دي بقى ظروف معينه لما هي انفيرومنتال هيت او وات ايفر تخليه يعمل كانسر في اندر سيرتن كونديشن سهل الكلام كده امتى بقى البروتو اونكوجين يبقى اونكوجين امتى البروتو اونكوجين يبقى اونكوجين اول ميكانيزم يخلي البروتو اونكوجين اونكوجين هو امبليفيكيشن يعني الجين ده عدده ايه؟ زاد لما كان حاجه صغيره كده جين واحد طلع بروت صغير ما يعملش حاجه الجين ده بقى امبليفايز وبقى منه كذا كوبي بدا يطلع برودكت اكتر من الطبيعي جين امبليفيكيشن انا في كلام كتير مكتوب خالص انا مش عايزه انا عايز في الجين امبليفيكيشن اخر كوبليه اخر كوبليه اللي هو امبليفيكيشن اوف سيرتن بروتو اونكوجينز ابير تو بي ا فيتشر اوف سيرتن تيومر بالذات في حاجه اسمها ام واي سي فاميلي اوف جينز اصلها مشهوره جدا وبتيجي في الام سي كيو بيسموها ميك فاميلي ام واي بيطوها ميك ام واي سي لان في حاجه مشهوره خالص اسمها ان ميك جين ده موجود فين حد يعرف؟ انا ببص في مذكره النيوروبلاستوما مشهور جدا 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 في النيوروبلاستوما موجود في الام سي كتير جدا الجين ده هيبقى امبليفايد في النيوروبلاستوما معناها ان ده باد بروجنوزز بيسموها ان ميك امبليفيكيشن نيوروبلاستوما يا جين ده لو امبليفايد جوه نيوروبلاستوما تيومر يبقى دي حاجه وحشه حاجه وحشه ما تعرفش ايه؟ يعني انت مثلا اصفر و حاجه وحشه يعني ايه حاجه وحشه في الكانسر؟ يعني كانسر حاجه وحشه يعني بروبوز طبعا وحش ايه ده؟ دي بقى كان فيلم ريحانا بقى يومين وانا مستريحين على الاخر الاقي والله انا خلاص اجيب سيرته وما جاتش ليه؟ قلت لها ارجعي تاني يا رب محسن بيه تاني يا جماعه تاني في عندنا سيرتين جينز ممكن امبليفايد ده ممكن يعمل كانسر او يخلي جروز وحش في مجموعه من الجين فان اسمها ام واي سي جين فان سهل الكلام ممكن تبقى امبليفايد في سيرتين كانسرز اشهرهم الان ميك امبليفيكيشن ده بيجي في النيورو بلاستوما لما اجي اعمل انا نيوروبلاستوما شخصي واعمل بايوبسي لازم اقيس في البايوبسي ان ميك جين امبليفيكيشن سهله كده ادو امبليفايد دي باد بروجنوز هل عندي هاي ريسك انا محتاج مود اجريسيف وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلني ولا دي؟ لا لا يا باشا جين ستايل بيعملوا عايز السبكي بقى والناس دي مش هيستوباثولوجي هدول بيشوف الشكل بس ان ميك دي بتعمل في طول الوراثه اللي بيعملوها انا عيان انا عيان انت بعد عايز السبكي او يعني هو حد بتاع الوراثه يقول له اعمل لي ان ميك جين امبليفيكيشن يقول لك كوبيت قد ايه؟ عادي كوبيت زي ما معايا وصلت ولا ما وصلتش؟ ده اشهر واحد فيهم يبقى تاني
اللي بقول هو المهم بقى اول حاجه تعمل كانسر في البرودو اونكوجين امبليفيكيشن سهل الكلام كده. ثاني حاجه لو حصل ميوتيشن في البرودو اونكوجين يعمل بكتيريات الكانسر، يبقى كان برودو اونكوجين عادي قاعد في حاله جت حاجه عملته ميوتيشن انفكشن دراج راديشن تعمل بكتيريات الكانسر. ثالث ميكانيزم يخلي البرودو اونكوجين اونكوجين، وده اهمهم ولازم تعرفه بالتفصيل، حاجه اسمها ترانس لوكيشن. لان في مثال مشهور جدا 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 لازم حد عارفه، اللي هو بتاع كرونيك مايلويد لوكيميا والفيلادلفيا كروموزوم. الفيلادلفيا كروموزوم ده هو نوع من انواع الريسيبروكال ترانسلوكيشن، فاكرينه؟ ريسيبروكال ترانسلوكيشن، العدة من كروموزوم راحت حته من كروموزوم، حته راحت ايه؟ مكان. هذا الكلام يحدث ما بين كروموزوم 9 و22، ده بين كروموزوم 9 و22. 9 اهو و22 اهو، صح كده؟ ده طويل وده ايه؟ صغير خالص. فحته هتبقى واحد احمر واحد ايه؟ فحته من هنا كده راحت بدل حته من هنا، فده بقى شكله عامل كده. لاجل الحظ بقى ان الكسر حصل في مكان بروتو اونكوجين، الكسر حصل في مكان ايه؟ بروتو اونكوجين. ولما حصل ترانسلوكيشن جه معاه بروتو اونكوجين تاني، ثلاثه وبعض ايه؟ اثنين. فلما نزلوا بعض الاثنين عملوا جين ما كانش موجود نورمالي في جسم الانسان، جين نزل مع جين، عمل جين جديد، صح؟ اسمه فيوجن جين. انا بتكلم تاني فوق، لا بس في ناس لا جبان على وشوش اصلا. يعني الحتتين بتاع البروتو، هنا المكان ده كان بروتو اونكوجين، المكان اللي جه عليه جين نزل في جين تاني. هذان الجينان اصلا ما كانوش لازقين في بعض. لو تفتكروا اول حصه خالص لما جينا نشرح الريسيبروكال ترانسلوكيشن قلنا ممكن تبقى بالانسد او مش بالانسد، والاصل حسب الكسر جه فين؟ جه في حته جين نون فانكشننج ولا حاجه؟ لو جه في جين فانكشننج كسر وبوظه. هنا بقى مثال تاني ان الحاجه ممكن تعمل مشكله تانيه، ان الجين ما كسرش بس جه جين لزق في جين ايه؟ وصلت عمل جين جديد ما كانش موجود، اسمه بي سي ار ابل فيوجن جين. صعبه؟ في حاجه صعبه؟ سهل الكلام كده. هذا الجين الجديد يطلع ماده اسمها تيروزين كاينيز. هذه الماده انهبت ابوبتوزس. ايه الابوبتوزس ده؟ بروجراند سيلدس. فلما انهبت ما عادش في سيلدس، بقت الماده ايه؟ بقت الخليه ايه؟ ملكه. وصلت ولا ما وصلتش؟ كرونيك مايلويد لوكيميا. الكلام صعب؟ سهل الكلام ده، بقوله مبسط خالص خالص خالص. اهو الكروموزوم ده يا جماعه اسمه فيلادلفيا كروموزوم، اللي هو 22 اللي فيه حته من 9 اسمه فيلادلفيا كروموزوم. فده مهم جدا 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 ان انا ابحث عنه في العيال اللي عندهم كرونيك مايلويد لوكيميا. وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام كده. فده مثال ثالث لبروتو اونكوجين تحول الى اونكوجين. يبقى الثلاث امثله ازاي بروتو اونكوجين اللي موجود نورمالي ده يعمل مشكله، اما امبليفيكيشن زي الكلام هنا المثال بتاع ان ميك امبليفيكيشن، اما يحصل له ميوتيشن زي بنكرياس الكانسر، او ترانسلوكيشن المثال بتاع كرونيك مايلويد لوكيميا البي سي ار ابل ترانسلوكيشن
فيلادلفيا كروموزوم او 9 22 تراسل في حاجه صعبه ده اسم التو جينز مش بيسال اسم التكنيك بخفيفه مش هما التو جينز بتاع ايه اسمه اي بي ال اسمه بي سي ار اسم التو جينز اللي حصلهم فيوجن مع بعض وصلت ولا ما وصلتش اتفضلي ريسيبروكال ترانسلوكيشن سهل الكلام يا شباب في حاجه صعبه اقول تاني الحمد لله يبقى ادي الكلام احنا دلوقتي لما جينا نتكلم على جينيتك كانسر قلنا ان معظم الكانسر ار مالتي فاكتوريال ديزيزز لازم لها سستابيليتي وراثيه وميرومنتال هيت صح ولا لا وقلنا ان في كانسر جينات فيها اكتر من غيرها يعني مثلا الاندستريال كانسر انفايرمنتال اكتر لكن مثلا هيتو بلاستوما يعني جينات اكتر صح مثلا يعني في جين اسمه هيتو بلاستوما 1 جين لما يبوظ يعني هيتو بلاستوما سهل الكلام وقلنا ان عندنا في جسم الانسان في حاجه طبيعيه اسمها بروتو اونكوجين وقد تتحول الى اونكوجين او تعمل كانسر تحت سيرتن كونديشنز اما امبليفيكيشن او ميوتيشن او ترانسلوكيشن دي حاجه صعبه كده سهل الكلام خالص لا ده سؤال كويس قوي ده سؤال كويس جدا ده سؤال كويس خالص لا لو هل محل هذا الترانسلوكيشن طفل مولود بيه؟ لا لو كان الطفل مولود بيه كنا لقينا هذا الترانسلوكيشن في جميع خلاياه نحن نجد هذا الترانسلوكيشن في بعض خلايا الستيم سيلز بابون مرض بتبقى مالجنة فهذا الترانسلوكيشن از ان اكوايرد ابنورماليتي اللي عمله بقى نطار انفكشن دراج في محدش عارف لحد دلوقتي ايه اللي عمل الترانسلوكيشن وصلت ولا ما وصلتش لما حاجه وراثيه كانت طفل جاله سي ام ال او كرونيك مايلوكيما هو عنده سنه وسنتين ده بيجي في 5 و6 و7 في القطر وحسب هذا الابنورمال ترانسلوكيشن اللي حصل يا جماعه ده حصل في بعض خلايا بوم مارو اللي بقت مالجنه وعملت كرونيك مايلوكيما وصلت ولا ما وصلتش سهل الكلام كده؟ اه الموضوع ده واحد يجاوب عليه وهو مش مفهوم مش تقول لي يعني سيء يعني ايه؟ سيء يعني خليك في البيبس دلوقتي في الترابيز مش نافع والله قول يا بنت عايز ايه؟ فيوجن جين سهل الكلام مش هو السبب هو اللي عمل هو اللي عمل اللوكيميا بس ايه اللي عمله محدش عارف وجود الفيلاتيلفا كروموزوم هو اللي عمل الكروموزوم فيلاتيلفا كروموزوم مفيش فيلاتيلفا كروموزوم مفيش كروموزوم فيلاتيلفا كروموزوم سهل الكلام يعني فرايتي بيرسنت اوف كيس لكن ايه اللي عمل بقى فيلاتيلفا كروموزوم ايه اللي خلى شويه ستيم سيلز بالمره يحصل فيها ريسيبروكال ترانسفير مش محدش عارف زي معظم الكانسر محدش عارف وصلت ولا ما وصلتش سهل الكلام كده مش عارف منهم خالص ده مش علاقه خالص الداون جاء فيه اكيوت مايلوجوكيميا واكيوت لينفويدوكيميا وليس كروت مايلوجوكيميا سهل الكلام يا شباب وصلت ولا ما وصلتش دي حاجه الموضوع كده مش كده نعم كده الموضوع مش جينيتيك ليه؟ هو حاجه هي اللي سببت ان يحصل صح بس عمل جينيتيك ديس اوردر اه يعني عمل جينيتيك بروبلم بوظت حاجه في بروتو اونكوجين يعني على الجينات صح ولا لا؟ فبنتكلم في مالتي فاكتوريال بروبلم ملوش من الجينيتيك هو له جينيتك بريسبوزيشن ده احنا مش عارفين كمان ان الجينات ايه؟ يبقى عارفين الجين ايه وايه اللي حصل بالظبط؟ ده رقم الوراثه يعني ممكن اتوقع ان هم اللي مش حصلوه نعم؟ ممكن اتوقع ان هو لا خالص لا خالص مش ممكن اتوقع يعني لا هو موضوع الوراثه ما لهمش دعوه بالانسى وبالتوقع هو بتاع وراثه اللي شخصه صح ولا لا؟ يبقى في الوراثه ولا شخص اللي ايه؟ فاتح كروموزوم ولا عارفه ولا عارف الابل بي سي ار جين يعني شخصه ازاي؟ فاكر حاجه لها علاقه بالوراثه ماشي يعني علاقه بالجينات خلي بقى عشان يبقى خلاص زي الكلام يلا يا شباب خليكم معايا واحد بما ان انت عندك بروتو اونكوجين قد ربنا مش سايبك ما دام انت عندك حاجه ممكن تعمل كانسر لازم يكون في حاجه تتظهر فربنا حاسس حاجه اسمها تيومر سبريسور جينز
لجينات موجوده نورمالي في جسم الانسان. عشان لو جين حب يقل عقله او خليه حبت تقل عقلها فهذا التيومر سبريسو جين بيطلع برودك وسبريس اونكوجينيسيس. سهله كده؟ سهله. والجميل في الموضوع ان كل التيومر سبريسو جينز اللي عندنا طبعا مينو اتنين مش كده؟ واحد اشتغل. يعني لو واحد باظ التاني شغال زي الفول مفيش مشكله. ما احنا بندرسهم ليه؟ عشان لو الاثنين باظوا هيحصل لك مشكله، مش هيبقى عندك تيومر سبريسور افكت. وصلت ولا ما وصلتش؟ اشهر تيومر سبريسور جين على الاطلاق اسمه بي 53. دكتور الجنب اللي فوق مش كده؟ انا هقول لك عادي. المهم انا خلاص عايز اقول لكم بسرعه قوي. طب انا ازاي احسن من ايه؟ يلا يا جماعه، اشهر تيومر سبريسور جين اسمه بي 53. هو مشهور جدا جدا جدا. لما يحصل بقى يا جماعه لوس اوف بوث او ميوتيشن او ان اكتيفيشن اوف بوث بي 53 يحصل حاجه خطيره جدا اسمها نيفروماني سندروم. والحمد لله ان هو رير. ده الاسم الثاني بتاع السندروم ده كانسر فاميلي. العيلة كلها فيها كانسر. لا وكمان ايه؟ والواحد يجيله مالتي والكانسر، لا خاف من واحد يجيله الثاني. هو ما عندوش تيومر سبريشن، يجيله ثايرويد كانسر، يجيله برين كانسر، يجيله ايه؟ لوكيميا، والعيلة كمان كلها كده. طيب العيلة قاعدة في ايه؟ واحدة وراهم كلها. هنعمل ايه؟ حاجة طبعا الحمد لله ان هو رير سيندروم، اسمه ليف روماني سيندروم، واسمه الثاني كانسر ايه؟ فاهم؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام كده؟ كانسر فاميلي. كويس قوي. يبقى احنا كده كنا بنتكلم في موضوع اسمه ركزوا معانا لو سمحتوا جينيتكس اند كانسر. قلنا فيه ايه؟ قلنا ان كان فاضل فيه لسه حاجه. قلنا ان الكانسر الاول ده مرض مالتي فاكتوري، غالبا فيه حاجه وراثيه في الموضوع. هذا الكلام فبالتالي العيله حضرتك كانسر ممكن ايه؟ تجيب منتس اكتر من شويه من غيرها في الكانسر، صح كده؟ قلنا الكونتريبيوشن بتاع الجينات يزيد او يقل حسب نوع الكانسر، صح؟ قلنا عندنا حاجه اسمها بروتو اونكوجين، ماشي الحال؟ اللي هي في الاصل ما تعملش حاجه ممكن تعمل كانسر اندر سيرتن كونديشنز، او بقت امبليفايد او ميوتيتد او ترانسلوتد. قلنا ربنا حضرتك تيومر سبريتور جين قصادها عشان يانتجنايز الاكشن بتاع الاونكوجين. قلنا في تيومر سبريتور جينز لو واحد يكفي، لكن لو اثنين ضاعت عندك مشكله كبيره. والمثال بتاعه بي 53 ميوتيشن، لو الاثنين بايظين يعمل ايه؟ فروماني سيندروم، اللي هو كانسر فاميلي، مالتيبل كانسرز ات يانج ايج، ولا يبقى فيها ايه؟ كانسر. سهل الكلام كده؟ اخر حاجه بقى في الجينيتكس اند كانسر ان بعض الجينات لو لقيتها بريسبوز لسيرتن كانسر، دي حاجه ثانيه بقى. في لقيت جين عند شخص معين ده ممكن يحصل له كانسر اكتر من ايه؟ من غيره. مع مشهوره جدا 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 في بريست كانسر اي بي سي خلاص. بس انا حاجه برضه جديده بقى مثلا 7 8 9 سنين بي ار سي اي 1 جي، دي حاجه معروفه بريست كانسر خلاص. بنقول بركه ولا معرفش ايه بس هو كده. هو بي ار سي اي 1 جي مشهور جدا ان يا جماعه لما حد يتشخص عنده باعتبار انا جميع بريست كانسر يعني الجين ده اول حاجه لو كان موجود عندها يبقى هاي ريسك، يعني تسال الشخص نفسه اللي جالها بريست كانسر يبقى العلاج ماتش مور اجريسيف عن اللي ما عندهاش الجين ده. لا مش بس كده، لازم قرايبها الفيرست ديجري اخواتها يعني ومامتها وبناتها يعملوا ايرلي ديتكشن سكريننج بدري ومور ريجولار ان هم عرضه اكتر بكتير للبريست كانسر من الجنرال بوبوليشن من الكانسر اوف انج ايج ومش عارف ايه وبتاع. الاكتشاف مهم ممكن يعملوا جين ستادي موجود ولا مش موجود او كده، بس هو لازم يعملوا ماموجرافي كل سنه لها كده بقى كسر الناس اللي بيعملوها. انا ما اعرفش اقول لك ايه ان اهميه ان شيء حاجه عبيطه اهو غيرت قصه جديده في الموضوع الموضوع جديد معروف قبل كده لما عرفناه عرفنا ان هو ممكن يعمل مشاكل كتير ويرمي ديتكشن كل حاجات مهمه برضه زي كده بقى. جين زي الريتنوبلاستوما جين لو موجود حاجه
متخيل عرض عرضه البيلاترال ريتو بلاستوم حاجه خطيره جدا اصل يعني هي يونيلاترال لكن في 25% اوف كيست بايلاترال طبعا حاجه خطيره لو جتها العين راحت هدينا ماشي هتاني موجوده لو اثنين طبعا لازم ايرلي ديتكشن عشان اعالجه بدري محافظ على العين ما اعملش انفليش كل الحاجات دي مهمه لما ادور على الجين ده اعرف الاقيه في مثلا نيوروفايبروماتوزس جين يعمل كانسر مالتيبل اندوكراين نيوبليزيا جين بيعمل مالتيبل كانسر في اندوكراين جلاند فلما الاقي الجين ده اعرف ان ده عرضه لهذه الكانسرز اعمل لها ايرلي ديتكشن اعالجها بدري قبل الموضوع يبقى فري ستيج يبقى البروجنوز من اصعب من الاثنين وصلت ولا ما وصلتش في حاجه صعبه الحمد لله يبقى احنا بقالنا ساعه اهو انا ساعه الحمد لله يعني خلصنا الماجنو ديليشن وخلصنا الكروموسومال بريك سيندرومز صح كده وخلصنا الجينيتكس اوف كانسر خلصنا المايلور انوماليز والميجر انوماليز والحمد لله المواضيع كلها ظريفه يعني مش حاسس ان هي موضوع يعني صعبه ولا حاجه كده ولا يعني ما فيش فيها ماتيرنال امبرنتنج وماتيرنال امبرنتنج يعني المهم خش على اللي بعديه جينيتك فاكتورز ان كومن ديزيز جينيتك فاكتورز ان كومن ديزيز يلا يا جماعه ايه القصه دي؟ ايه القصه؟ بتوع الوراثه ايه؟ ولاد الذين مش عايزين يسيبوا ايه؟ يتخلط فيهم كل حاجه واضح انا حاسس كده ان كمان 5-7 سنين كده هبقى كل الطب في الاخر يا وراثه وانفكشن ده كل حاجه وراثيه في الاخر حتى لو كلش طلعوه جينيتك اهو ان احنا بقى نبيع مصر شويه معقول يعني ده لك انا هم قاعد مع بعض كده كان بقالنا سنين عمالين ندرس الريدست اوردرز والكروموسوم الحمد فين الاوبيستي والهايبرتنشن والازمه هات اللي هي الايه الشائعه اللي نخش احنا فيها فلك هنبدا بقى ودي حاجات بيكسب عيشه مثلا من كام فرده وقال لك كل الامراض دي ما هي مالتي فاكتور يعني فيها تصيبيليتي وراثيه فدي جن ايه نخش بيها ونبدا ايه ندرس الجينيتك فاكتورز في الكومن ديزيزز هو ده المهم الهايبرتنشن والاوبيزيتي والدايابيتس والبرونكيال ازمه هذه اللي هي ايه المفهوم دي كتير خالص واقدر اقول هل في رول للوراثه ولا ايه ولا مفيش رول ورول قد ايه كتير قليل عشان اعرف ريسك اوف ريكرنس لو انا مثلا الرول بسيط خالص ما الاقيش رول عالي انا بخاف ان دي هايبرتنشن فابدأ ايه ادبر نفسي بتاع مثلا حاجه وراثيه مش خالص وانا ابويا جاله هايبرتنشن فانا هجيلي فابدا بقى من وانا صغير اخد بالي العب رياضه صح ولا لا دي فايدتهم يعني مش كده وايه كده وخلاص وفي جينيتك كاونسلنج انا بقول ريسك اوف ريكرنس شكله ايه طب اعرف ان المرض ده فيه حاجه وراثيه جامده الازمه مثلا ده 20% 30% في الكرنس في اللي عندهم ازمه ولا يجيلي ازمه فعاد شيء 30% يجي لي ازمه صح ولا لا؟ حصلت ولا ما حصلتش؟ يبقى اهميه دراسه الموضوع ده لو انا في حاجه ممكن اعملها عشان احمي نفسي واعرف ريسك اوف ريكرنس في الكومن بس الفكره هو ازاي هقدر الحاجات دي كلها يا جماعه ما فيش فيها جين اي سؤال ايه موجود او مش موجود زي الامراض الدوميننت والريسيسيف والكروموزوم ديس اوردر في 21 زياده بقى ده الجين بتاع البي كيو موجود ده خلاص بي كيو فازاي اقدر اعرف الجينيتك سنسيبيليتي في الهايبر تنشن او في الدايابيتس او حاجه كيف يمكن معرفه هل الوراثه بتشارك في حاجه ولا لا في مالتي فاكتوريا كومن ديس اوردر اول حاجه عرفوها من بوبيوليشن ومايجريشن ستاتس هتلاقي كلام كتير انا عايز الكلام بس اللي انا هقوله هو المهم بعدين يعني كل انتوا ايه على طول قاعدين في ورق السبنسر والله العظيم شغالين تي شيرت والاثنين والله طب اديكم ايه طب هم يقعدوا مع بعض الاثنين دلوقتي اتكلموا ورا الاثنين يا باشا اتكلموا انتوا الاثنين طب هم في التليفون في الماسك اللي هو من على اول الشارع في الكافيه مش في الدرس يعني لا اله الا الله خليك معايا دلوقتي يا صلاح اول حاجه من بوبوليشن ومايجريشن بس يعني ايه يقول لك انا الاقي مرض شائع جدا في ريس معين في الامريكانز مثلا وفيري لو في التشاينيز الوراثه لها دور مش كده ولا ايه؟ قال لك لا خالص مين قال لك الكلام الفارغ ده؟ ما الامريكانز عايشين في نفس الانفايرمنت غير الانفايرمنت اللي عايش فيها التشاينيز يمكن القصه انفايرمنت انا ما اقدرش اعرف اقدر اعرف ان يحصل مايجريشن من تشاينيز لامريكا فلو فضل المرض قليل في التشاينيز ما ده جينيتك
لو عيني فيهم يبقى ده ايه وصلت ولا ما وصلتش. فانا هدرس الانسنس اوف ذا ديزيز ان جروبس مايجريتنج فروم بوبوليشن تو اذر بوبوليشن وذ ديفرنت ديزيز انسنس. وصلت ولا ما وصلتش؟ سهله كده. مثلا ديزيز عالي في الشاينيز لما اروح امريكا وولد فيهم يبقى ده حاجه انفايرمنت. فضل عالي زي ما هو حاجه ايه وراثيه. وصلت سهله كده. ودي اول حاجه بقى اعرف بيها المرض ده جزء منه وراثي ولا مش وراثي. بوبوليشن مايجريشن ستاتس سهله. اللي بعديها فاميلي ستاتس. قال لك لو المرض ده موجود في فاميليز اكتر من جنرال بوبوليشن المرض ده جزء وراثي. قال لك لا ما الفاميليز برضو ايه معرضه لنفس الانفايرومنتال ايه كونديشنز عايشين مع بعض نفس المفروض يعني نفس الانفايرومنت. قد يكون مشكله انفايرومنتال. فقال لك طب ما تيجي نقيس الانسنس بتاع المرض في الازواج والزوجات. لو كان شبه بعض يبقى انفايرومنت اكتر. لو كان المفروض في الازواج والزوجات اللي مش قرايب يعني بيقيسوا المرض في الازواج والزوجات اللي مش قرايب اللي هم لهم ديفرنت جينيتك باك جراوند. زوج وزوجه مش نفس الجينات خالص يعني اولاد نفس الجينات صح ولا لا. فلو كان المرض في الازواج والزوجات زي بعض في الانسنس او قريب من بعض الانفايرومنت هتدور الاكبر. لو مختلف يبقى الجينات هتدور الايه الاكبر. وصلت ولا ما وصلتش؟ فاميلي ستاتس. اللي بعديها اسمها توين ستاتس. كان في حد بيسالني قبل الامتحان هو قبل البث هو ركز ازاي في الامتحان كلام ايه جامد خالص. اه بقول لك يا باشا في الجامع ايه اللي زي ده باشا ما لهاش دعوه بالكتاب. انت اكتب اسبوع انا اللي جامد حافظه من الكتاب كده بجد اللي هو سيندروم كلينيكال بيكشر هلاقي لي فيه ايه مايكرو ديليشن في فيس وهارت وليفر خلاص يعني مفيش فيها تقليد. لكن هو ازاي نقدر مالتو انوماليز مثلا ميكانيزم انوماليز سنجل ومالتو اه هو انت فاهم الكلام ديفورميشن وديسربشن ريفورميشن اكتب اسلوبك اورجان من اول ديفلوبمنت بتاعه كان انترنسك ابنورمال هنا بقى نورمال يبقى دي مالفورميشن يبقى دي ريسك الناس بتاعها ايه اعلى. لو كانت اول ما نمت كويس وبعد كده جالها عين اهله بعد كده يبقى دي ديسربشن يبقى انزز ايه اقل حاجه انفيرومنتال. مش مفيش حاجه قرار في الكلام ده سهل الكلام انت فاهم الموضوع اكتب باسلوبك مش مشكله خالص. زي ما بقول لك كده فاميلي ستادس هنشوف الانزز في فاميليز وفي البوبوليشن هنا اعلى هشوف الازواج والزوجات وايفز اند هايزنز سبوسز سهل كده مختلف يبقى قصه وراثيه زي بقى انت بقصه انفايرومنت وصلت ولا ما وصلتش. اهم حاجه انت فاهم الموضوع اتفضل حاضر وصلت ولا ما وصلتش انت فاهم. في كلام كده شويه حاجات في الوراثه انشا لو انت فاهم الكلام اكتب اسلوبك سهل الكلام كده مفيش مشكله ايه زي حاجات بتاعه النون ميندال انهيرتنس انت فاهمها اه ما يفضل كده مكتوب في الكتاب. هو كلام صعب ايه كده ايه صعب فاهمه ده دول بسلوب كله بسلوب سهل الكلام كده اللي هو ازاي وانا ايه واعمل ايه ميتوكوندريا وماتيرنا وماتيرنا امبرنتنج اكتب ما حدش هيزعل منك ايه يزعل منك خالص سهل الكلام كده. فاميلي ستادز انا هقيس المرض في العيله الاقي اكتر من البوبوليشن يبقى احتمال يكون انفايرمنتال او جينيتيك صح ولا لا. ما هو لو كان نفس الانزنس في العائلات زي الجينيتيك مفيش فرق خلاص بقى صح. بس عايز اعرف هل يا ترى المرض ده كتير في العيله في نفس الانفايرمنت ولا عشان الوراثه لها دور. هيقيس المرض ده في الازواج والزوجات اللي مش قرايب لو نفس الانستنس بقى قصه في الموبايل صح؟ نعم؟ في العاصمه لا انا بتكلم على بوبيشن ستادي غير على عائلات كتير جدا. لما المرض ده في الازواج والزوجات في عائلات كتير زي بعض خلاص. لكن لو مختلف يبقى ايه؟ يبقى بتكلم ان الوراثه لها دور وليس اه هي صح مو اصل هي الواحده هيقيس راجل وست يعني اللي هو ده ما جاش من كل عين دخل عائلات كتير في الايه مش اه ما اقدرش اقول ان هي الواحده كان راجل جاله وست ما جالهاش يبقى ده وراثه صح. لازم هيجي عائلات كتير 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 والاختلاف في الانسة بين الازواج والزوجات يبقى ده وراثه زي بعض تقريبا بدا انفايت وصلت ولا ما وصلتش. معايا بتكلم على اعداد كبيره عشان اطلع في الاخر في فرق بتكلم على الاف وعشان ادي رقم في الاخر احصائي سيجنيفيكانت ساعتين ثلاثة وأربعة خمسة. كان على بوبوليشن ستادي وماليشن يا جماعة بياخد سنين على ما يطلع ممكن أقعد 10 سنين 15 سنة بدرس هايبر تنشن بقى أقول والله ده إيه طلع فرق ولا مفيش فرق وصلت ولا ما وصلتش. اللي بعديها توين ستادز توينز. قال لك إيه؟ أنا هجيب المونو زيجوتيك توينز المونو زيجوتيك إيه توينز
واشوف لما واحد فيهم بيجيله مرض التاني بيجيله ولا لا. ماشي حال كده؟ هو لو كان يا جماعه مرض بيور جينيتيك، لو جه في ون اوف ذا توينز لازم في التاني، صح مالناش حل، صح ولا لا؟ واحد عنده في بي كيو لازم يتعمل بي كيو، هو نفس الجينات بالظبط، صح ولا لا؟ ماشي الحال؟ فقال لك انا لو جه في واحد وجه في التاني كتير يبقى الجينات لها روح. قوم رجعوا تاني وقال لك انت التوينز عايشين في نفس الانفايرمنت، فلما ده بيجيله انفكشن ده بيجيله ايه؟ انفكشن برضه، فيعني ما اقدرش برضه ايه احلف. قال لك احسن حاجه قارن ما بين الانسنس بتاع الديزيز في المونو زيجوتيك توينز وفي الداي زيجوتيك توينز. فاهم الكلام كده؟ او دول توينز ودول توينز عايشين في نفس الانفايرمنت، صح ولا لا؟ لو كان بيجي في المونو زيجوتيك توينز اعلى بكتير من الداي زيجوتيك توينز يبقى اجداد لها هرمون. لو بيجي هنا زي هنا يبقى قصه ايه؟ انفايرومنتال اكتر. وصلت ولا قلت ايه؟ هجيب المونو زيجوتيك توينز اللي اتولدوا في بنسلفانيا في امريكا بقى 20 سنه واشوف الانسيدنس والهايبر تنشن طلع 50%. سهل الكلام كده. واجيب الداي زيجوتيك توينز اللي اتولدوا في بنسلفانيا في نفس الوقت بقى 15 سنه ينزل 5% بس. يبقى كده طبعا الموضوع له علاقه بالايه؟ بالوراثه. وصلت ولا ما وصلتش؟ سهله مفهومه. اللي بعديها ادوبشن ستادي. ادوبشن هو التبني، هو ايه؟ التبني حاجه شائعه جدا في امريكا، صح؟ فانا هجيب عيال اللي تم تبنيهم في اخر 5 سنين، ماشي الحال كده؟ واشوف الانسيدنس في المرض، ركز معايا، فيهم زي ابوهم وامهم الا اللي مش فاهمينهم. معلش توينز اتمنى غير توينز الالماس، حاجه ثانيه، حاجه ودي حاجه. اجيب المونو زيجوتيك توينز اللي اتولدوا في 5 سنين واشوف المرض دي في نفس في نفس البلد في نفس المدينه. قلت لك حاجه بنسلفانيا بنسلفانيا؟ عارف بنسلفانيا؟ كنت بتصلي فيها سنة كده؟ لا انا اوفر فيها اللي هي بعد اسكندريه على طول يمين بنسلفانيا. سهل الكلام. الاطفال او والله واضحه، الاطفال اتولدوا في مدينه ما اخر 5 سنين مونو زيجوتيك توينز والضايق اتولدوا في نفس المدينه كان 5 سنين. لو مرض ايدز هنا هو هنا يبقى انفايرومنت. طب اكتر في المونو غير الكويت يبقى جنين ده هرمون. نفس الانفايرومنت في نفس المدينه في نفس التايم ليميت. واضحه؟ وصلت ولا قلت تاني؟ سهل الكلام؟ بس هو البي تي مال بيعمل اكتر من كده. ماشي حاجه يا شباب ركزوا معايا. اللي بعديها ادوبشن ستادز. هجيب في اخر 5 سنين كل الاطفال اللي تم تبنيهم في مدينه معينه. هسال الكلام كده واشوف المرض دي فيهم قد ايه والاب والام اللي اتبنوهم قد ايه. يا جماعه دول لهم فيري ديفرنت جينيتك باك جراوند، صح؟ لو مرض هنا هو هنا هم انفايرمنت عشان عايشين في نفس الانفايرمنت. لو مختلف عن الاطفال اللي ادوبتد من البيرنتس يبقى الوراثه لها روح. وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام. تاني عايزين تهور خليكم معايا. تاني هروح اسافر فينيسيا، ماشي الحال؟ اقعد هناك 5 سنين عشان اعمل دراسه في فينيسيا. وهشوف في فينيسيا في اخر 7 سنين ده كل الاطفال الذين تم تبنيهم في فينيسيا يطلعوا مثلا 10000 طفل واشوف جه فيهم دايابيتس قد ايه. ماشي الحال؟ دايابيتس. واجيب ابوهم وامهم. سهل الكلام كده؟ نفس الاب والام اللي اتبنوا الاطفال. لما مش البيولوجيكال بيرنتس. مش الاصل، مش البيولوجيكال بيرنتس. البيولوجيكال بيرنتس هم الاصل بتاع الاب بتاع الاهلين يعني. هو يتبنوا غير يعني. هو والله من الاول يعني ايه التبني اساسا؟ انا اول بس الورقه يعني مش معايا حق. فدي كده معناها طيبه بلاش كده. لو المرض بيحصل دايابيتس في الاطفال الادوبتد زي البيرنتس بيحصل كتير او اختلاف كتير في البيرنتس عن الاطفال او العكس يبقى غالبا قصه وراثيه. يعني الجينيتك باك جراوند بتاع الاطفال اللي تم تبنيهم غير الجينيتك بتاع الاطفال اللي عايشين معاهم، صح ولا لا؟ وصلت ولا قول تاني؟ قول تاني؟ او تاني سهل كلام ان شاء الله. ادوبشن ستاد. سهل الكلام يا جماعه. اللي بعديه اللي بعديه اسمها عايز ايه يا سوري؟
في جينات لازم تتورط ذات بعض.
سهل الكلام كده. فدي حاجه شبه كده ان ال اتش ال اي بي 27 اتورث جنب جين تاني هو اللي يعمل الموضوع. بس عايز الاقي مين اتش ال اي بي 27. فلما الاقيه اعرف ان المرض ده له علاقه بالوراثه. المرض ده اكتر في عيال ايه؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ اسمها بوليمورفيزم اسوشيشن ستارز. اتفضل. تاني لما الاقي امراض معينه بتيجي في ناس عندهم بلاد جروب بي بس. ده هو الوراثه ولا الانفايرومنت؟ صح ولا لا؟ بس المرض بيظهر ببلاد جروب بي مش الانتيجين بي هو اللي عمل المرض خالص. هو غالبا جين تاني بيلزق جنب الجين بتاع الايه؟ جروب بي. فلما جه الجين بتاع جروب بي هيلزق جنبيه يبقى هو المرض وصل. وصل وصل او ما وصلتش. بس انا لسه ما عرفتش الجين ده ايه؟ وصلت ولا جروب تاني؟ اتفضل. بوليمورفيزم عشان ده نورمال فاريشن. ما هو بوليمورفيزم معناه هو ال اتش ال اي بي 27 ده ابنورمال برودكت. جروب بي ده ابنورمال برودكت. ما هو بوليمورفيزم ده تغير ما بين ناس. بوليمورفيزم نورمال فاريشن واحد بي وواحد ايه اللي جه مش بوليمورفيزم. وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام. عشان كده مش هقول ده بيعمل مرض. هو ده نورمال فيش عندها 27 ما عملهاش. وصلت ولا ما وصلتش؟ اقول تاني ناس جروب بي ناس جروب ايه ناس جروب او دي نورمال فاريشن بس مرض معين اكتر في جروب او. هيومن اوكسايد انتجن. هيومن وصلت ولا ما وصلتش؟ اخر حاجه ولا كلينيكال ستاديز. يعني مثلا لما الاقي ناس هايبر تنسيف ماشي الحال وعندهم رينين عالي خالص. رينين ايه؟ عالي. وما عندهمش اي كيدني ديزيز خالص. الاقي ناس هايبر تنسيف وعندهم رينين عالي وما عندهمش اي كيدني ديزيز يبقى غالبا هايبر تنشن ده حاجه وراثيه ولا انفيرومنتال؟ فكر كده. ما عندهمش كيدني ديزيز خالص. لو وراثيه هم جينهم بيطلع عليهم ايه؟ كتير. فاعرف ان الموضوع علاقه بالايه؟ بالوراثه. وصلت ولا ما وصلتش؟ فاهم قصدي؟ يعني لو رينا حساب كيدني دي خلاص حاجه انفيرومنتال. كيدني على الرينين. الواد كيدني سليمه خالص زي الفل وعنده رينين كتير يبقى هو جينات وبتخليه يطلع رينين اكتر من ايه؟ من غيره. تبقى موضوع علاقه بالايه؟ بالوراثه. وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام كده؟ قول يا باشا. لو هو واحد جاله كاريوكارديتس وكيدني باظ وعنده رينين كتير وهو هايبر تنسيس.
يعني ايه مثل الترديشن؟ تخلف عقلي؟ لا تخلف عقلي. ماشي الحال؟ فكر ربنا من الحال يقرب تخلف عقلي اكتر. هو المدى اللي تعريفه لو اي كيو. لو اي كيو بس مش كفايه التعريف ده. لازم كلمتين كمان. بص مثلا لو عملت سكريننج للبوبوليشن بدون ذكر اسماء يعني معينه الاي كيو بتاعه او بتاعها كويس عادي بس مش متى يطرد ليه؟ عشان مش عامله مشاكل. اما لو عامله مشاكل قصدي لو عامله مشاكل كمان يبقى ده الجزء الثاني من التعريف. يعني لازم له اي كيو وعامل مشاكل. يعني هو ماشي في الحياه كويس تكلم معاه مفيش مشكله وماشي ميتنج للسوشيال ستاندردز مسموح حتى لو الاي كيو بتاعه طلع بالتيست قليل سهل الكلام كده يعني مش قادر تؤدبت ذا انفايرمنت مش قادر يعمل الحاجات اللي بيعملها نفس الناس بسنه سهل الكلام اسمها منتال ايه عشان كده الاي كيو لوحده ما يكفيش صح ولازم يكون كمان عامل كلينيكال بروبلمز. حاجه ثالثه لازم يكون هذه كلها ظهرت قبل سن 18 سنه لان لو حصل اي كيو قليل عامل مشاكل بعد سن تمام طفله اسمها ديمنشيا طمرت انا مش دعوه بيها مع قطط سهل الكلام اسمها ايه ديمنشيا. في حاجه صعبه كده جميل يبقى احنا اذا عايزين نعرف اهم حاجه في الموضوع ايه هو الاي كيو ده مش كده ولا ايه؟ فاحنا عامل مشاكل مفهومه مش قادر يأدبت ذا انفايرمنت مش قادر تو ميت ذا سوشيال ستاندرز مش قادر يعمل مجموعه المهارات اللي المفروض الطفل يعملها في نفس هذا السن ان افريج سهله كده سهل. اي كيو ده هو بيسموه الانتليجنس كوشنت اللي هو المينتال ايج على الكرونولوجيكال ايج في 100. الكرونولوجيكال ايج اللي هو سنه عمره 7 سنين و3 شهور مثلا يعني 42 سنه ونص تراسوها مثلا يعني يبقى دي السن الايه؟ السن الكرونولوجيكال بتاعها. سهل الكلام على فوق بقى المينتال ايج. المينتال ايج ده بيتعامل باي كيو تيست. يعني اي كيو تيست طلع مين تقيل؟ طلع مين تقيل؟ 7 هو كونوش كان 7 في 100 يطلع كام؟ 100 يبقى ده اي كيو بتاعه 100 طلع 6 مثلا مين تقيل؟ 7 في 100 يطلع مثلا 88 يبقى الاي كيو بتاعه 8 و8 8
يعني ما هو في حاجات كتير قوي وكل بتاع نفسيه كان لسه متعود عليه هو صعب شويه حاجه طويله يعني في كل تيست في مجموعه من الاكسبيرمنتس والاسئله وبتاع بيقيس قدرات الطفل مختلفه فبيقيس اللانجوج حاجه بتقيس التخيل والفراغيات ومش عارف ايه في على حل المسائل الماس قدره على حل حاجات صعبه قدره على حاجتين كذا بتاع هم مختلفين على بعض في تستات يكون مثلا اللاج مش فيها كتير شويه لو قلت عنده اللاج مش بروبلم يديك ايه قريب خالص يعني هو من ده كويسه في حاجه ثانيه الماس وحاجات دي فيها اكتر سنه ما بيعطيش كده في الماس هي كله زي الفل بس الحساب يجي عندي خالص صح ولا لا فلازم اعمل تو ديفرنت اي كيو تيست ولو الديسك اللي بس منهم جامد لا اقف بقى هو ما بتاع سجلت اقول له ازاي زي واحد مطلع 90 مع مطلع 56 لا طبعا في حاجه فيهم غلط صح ولا لا فممكن جدا حتى من الديسك اللي بس ده اقعد اعمل مشكله فيه لو الديسك قليل ده كان فيه لانجوج كتير بقى مشكله في اللانجوج انا اكتشفت القصه خلاص جايب 90 في تيست ثاني ما فيش فيه ايه وصلت ولا ما وصلتش وفي اي كيو تيست مخصوصه للاطفال اللي عندهم فيشر بروبلم حضرتك عندك لاج مش بروبلم في اي كيو تيست مخصوصه ما فيش فيها لاج مش على رئيس الايه ده اظهر اسبيكتس اوف ايه وصلت ولا ما وصلتش اسمع الموضوع غايه في الاهميه الحاجه اللي بعد كده لو انت عملت حاجه مهمه جدا لو انت عايز تعمل اي كيو تيست الطفل عشان تشخص منتال ريتارديشن لازم من بريبريشن من تشايلد لان ممكن جدا الطفل يجيب سكور قليل في الاي كيو تيست انا مش فاضي معاك بتاع الناس دي هتقول لي بقى اكتب ورسم وبتاع انا عايز اخلص اروح العب بس انا هتكدون نعمل له اجيال خايف من التيست ان احنا رايحين بكره نعمل مسابقه كبيره كده لطيفه لو قدرت تفوز فيها وتطلع الاول تبقى لعبه كبيره فهو متحمس ان هو ايه يعمل التيست دي حاجه مهمه ايه سهل الكلام كده سهل المنتال ريتار مش حاجه شائعه جدا لو 3% اوف ذا بوبوليشن افكتد ده يعني ايه كبيره 3% من البوبوليشن از افكتد سهل الكلام كده لا صح الكلام ايه صح الكلاسيفيكيشن بقى بتاع انت مش هيعمل ايه بتاع الكلاسيفيكيشن بتاع الكلاسيفيكيشن بتاع المنتال ريتارديشن هو النورمال اي كيو ماشي من 80 ل 110 النورمال اي كيو من 80 ل 110 ده النورمال العيال اللي عندهم اي كيو من 70 ل 80 بيسموهم بوردر لاين مينتاليتي معظمهم does not meet the definition of mental retardation يعني معظمهم مش في الحياه كويس وتلاقيه مش باين قوي عليه ممكن بس يعني ايه يعني مش بيفرق بروب يعني مش بقى يبقى يعني خلاص كام سنه جامعه وامس اطفال حاجات دي اصعب حاجه سايت كده انا كان ايه ممكن تلاقيه عايش في وسطنا مفيش مشاكل منه والله قلت ايدوكيشنال بروبلمز يعني صعوبات في التعلم اكتر حاجات دي خصوصيه وبتاع عشان يعدي وكده ده اللي ايه ده الفورد ان انت سهل الكلام نعم لا لا هو اللي اسمها بوردر لاين مينتاليتي معظمهم داز نوت ميت ذا كرايتيريا اوف مينتال ريتارديشن بس يعني بيتعلم صعب شويه ينجح بالعافيه ويمشي ثانوية عامة حاجة كبيرة كده لكن ايه الدنيا ماشية معاه ويشتغل بقى ايه شغلانة خالص هي ماشية معاه معظم العيال بين 70 وايه؟ 80 اللي ما بين 50 و 69 دول بقى اسمهم مينتال ريتارديشن ده مايلد مينتال ريتارديشن ايه الكريتيريا بتاعته دوت؟ هذا الطفل اديوكابل يعني يمكن تعليمه ممكن يخلص ابتدائي واعدادي ومعهد مثلا فن صناعي كل ده ممكن بس محتاج سبيشال اديوكيشن يعني مش هينفع يتعلم مع الاطفال العاديين اللي فوق على فكره بتعلم مع الفصل عادي بس مثلا في البريك او في المره بقول لبنتي ده ايه فسحه؟ ايه فسحه؟ بريك يا واو وبعدين بتقول يا بنزل بتقول يا بنزل في الجاردن انتوا بيسموها فوش دي بتقول يا بنزل انتوا بيسموها فوش مثلا بريك انتوا بيسموها فوش عيال على
قلت لها ماشي كله سلف ودين فالجهاز ده ممكن يعني من فوق يتعدي في المدارس مع الاطفال عادي بس ممكن في البريد مثلا ياخد معايا كتاب حاجه ما فهمهاش مش عارف ايه بتاع لكن الطفل الثاني المايك ده لازم سبيشال كلاس عشان هيحتاج وقت اطول بكتير من الطفل العادي اللي يشتغل فيه نفس الايه نفس المعلومه ممكن ياخد شهاده وطبعا ممكن يبقى تراب وتدوب جوبس المناسبه هي دي المفروض ان احنا ذوي الاحتياجات الايه الخاصه سهل الكلام اللي من 35 ل 47 اسمه مودريت منتال ادابتيشن ده نون ايديوكابل مش ينفع يتعلم مش هينفع يتعلم لكنه ترينبل تو دو سيمبل جوبس طبعا ده بره بقى مش هنا يعني بره حتى المودريت ام ار بيحاولوا يستفيدوا من اي قدرات عامه ممكن جدا يوظف وظيفه بسيطه خالص يعني مثلا يقعد على الكاشير يحط الحاجات في كيس مش على الكاشير يضرب وبتاع يعني كبير عليه يحط مثلا حاجات يعني يعلمه ان مثلا الاكل لوحده والمنظفات لوحدها تعرف يتعلمها ترينها مود لدو بس بقى بيعمل حاجه في حياته يعني ايه تفيد المجتمع سهل الكلام وفيري جود سيلف كير يقدر يعتني بنفسه كويس يخش الحمام لوحده وياكل ويشرب لوحده سهل الكلام اسمها مودريت منتال ايه لكن ما ينفعش يتعلم ما ينفعش يعمل اكتر من كده اللي بعديه اسمها سيفير منتال ريتارديشن اللي هو من 20 ل 34 طبعا ده ليفر طبعا هو ترينر طبعا وبالعافيه هعمل له تريننج دوست الفكين يعني بالعافيه هخليه ياكل ويسخن ويخش الحمام لو قدرت سهل ياكل الواحد ما حد يعني ايه ياكله ويشربه ويدخله الحمام ومحتاج ماتش سوبرفيجن يعني مامته بالكتير تسيبه 10 دقائق تسيب حاجه من تحته وتطلع ما ينفعش تسيبه فتره طويله لوحده لان ممكن يعمل اي اي كارثة ممكن يعمل اي كارثة اقل من 20 زي صوره كده 13 ده بروفاوند ميدل فاليديشن ماني ديور كابول ونون ترينبل محتاج 24 اور سيلف كير عشان لو استاذ لحظه ممكن يعمل ايه مشاكل سهل الكلام يا شباب في حاجه صعبه كده ده جريز او كلاسيفيكيشن اوف ميدل ريزرفيشن ايه بقى الايثيولوجي؟ ما هو سبب التخلف العقلي؟ ما هو سبب التخلف العقلي؟ تاني اسمها اورجانيك احنا اسمها نون اورجانيك. نون اورجانيك واورجانيك. نون اورجانيك هو يا جماعه هو الذكاء بتاعنا بيجي منين؟ قلت لكم قبل كده وراثه والفايبر الاثنين صح ولا لا؟ يعني اي كنت اب وام عادي فاهم يعني؟ صح ولا لا؟ يعني الفايبر بقى ده مثلا بتتكلم 60 و40 60% وراثه 40% ايه؟ الفايروس صح ولا لا؟ حاجه مهمه فالنون اورجانيك دول مشكلتهم الكبرى انفايرمنتال. يعني ما عندهمش اورجانيك برين باثولوجي، مفيش مرض. بس عقلهم وذكائهم توقف عن انهم هو حتى لو قالك انت اقرب عادي جدا ده عقله مش هيبقى كده يعني ان يسيب ابنه انفايرمنتال مفيش ستيميوليشن اكيد هو مش هاي كيو صح ولا لا؟ اللي هو الطفل اللي اتولد في ثقافه هرمز عن طريق الدقيق كده بعد ما نزلت السبه الاولين على طول واتولد وابوه حطوه قدام التلفزيون المصري حد بعد اربع خمس سنين لا راح حضانه ولا حد قرا له حاجه ولا راح حاجه وطلع مش هيدوس ديفرنت صح ولا لا اكيد يعني مش كده ولا فالفيلم جت عند والواد ده غالبا هيشخص امتى عند طول المدرسه ان هو معظمه في المايل ديجري يعني مفيش ديلي مايل ستونز عنيفه عند دي واحد حد يفضلوا منها فهو هو اصلا كده هو انفايرمنت عن ستيميوليتنج والذكاء عنده حاجه ايه والقرايه والسهل حاجه مش مهمه عاد بقى جنب الجاموس ولا الفن ولا بتاع بيبقى انا بخش المدرسه بقى يبقى عنده ايه ما اعرفش يقرا ما اعرفش يمشي ما اعرفش ايه ساعتها بقى ايه هذا الموضوع دايما كده الناس اللي في نفس الانفايرمنت نفس الايه؟ نفس الليله كده نفس الايه؟ نفس ولا هي مايل جروب وان هي بتبقى نانو جاي عملت ام ار اي عملت كاريو تايب اي حاجه ده كله ايه؟ سهل الكلام كده؟ الاورجانيك بقى الاورجانيك اللي هي اقل شيوعا يوجوالي في السيفير ديجري مودريت او ايه؟ او سيفير العاده اللي بتشوف بدري غالبا بالدليل ما الاماكن ايه؟ اوف ديفلوبمنت كلها ايه موجوده ومالهاش دعوه بالسوشيو كالتشر فاكتور قبل بس ما نخلص البتاع دي احنا قلنا لما نتكلم في الايثيولوجي وبعد شويه هنقول
الانفستيجيشن انا عنده متر دربيشن ثم الايه العلاج صح كده وده سيف خلاص ده ما قلناش الكلينيكال بيكتشر الكلينيكال بيكتشر اللي هو ايه يعني كويس يعني قصه مفهوم اصل من 3 4 سنين كده جالهم سؤال كان في 20 من الرابط كده ابروتش تو دايجنوزيس اوف ا تشايلد وذ جلوبال ديفلوبمنتال ديلي معنى. هو كان سؤال كده جلوبال ديفلوبمنتال ديلي واحد العيال دي في اللجنه قالوا ده ما فهموش مذكره وحلو ازاي ده ايه مطلوب وبعضهم خرج ما كتبش في حاجه خالص او كتب اي كلام اه والله العظيم حصل والله العظيم حصل ويعني ايه جلوبال ديفلوبمنتال ديلي جلوبال يعني ايه جلوبال ايه اللي يخلي كل حاجه دليل مفيش حاجه ثانيه مفيش حاجه ثانيه تخلي كل حاجه دليل يعني في حاجات كتير البودر بس دليل هايبوتونيا ومصل ويكنس وسي بي بتتبع حاجه حاجات كتير قوي هاي سبيتش بس دليل صح ولا لا منتال ريتار دي حاجات اخرى وجالك سؤال ابروت اخر سبيتش دليل يكون مختلفه خالص عن جلوبال ديفلوبمنتال دليل سبيتش دليل منتال ريتارديشن واشياء اخرى كتير جدا مكتوبه في الديفلوبمنت causes of delay speech causes of delay motor development لوحدها مصدر causes of delay speech development عنده عينه فيه يعمل ايه ومن تلاتة رديشن قصة مختلفة صح ولا نقول لك كل حاجة delay الحاجة اللي تجمعهم كلهم ومن تلاتة رديشن وصلت ولا ما وصلتش كانش سؤال صعب بس يعني ما تخطش من السؤال هو مفيش حاجة هتبقى يجيك سؤال اول اسمع عنه مفيش مش هيحصل سؤال ايزي سؤال ايزي او ما انتوش هيحصل طبعا ليه بس الحته ثانيه انا بكلم جدا سؤال ايه مسكيو او مش عنده ويب على فكره هم في له اسئله لا ويب مش كتير يعني مثلا من 40 2 3 او اسمع عنه ويب وهو عشان تحب تقول ايه مسكيو ذاك التيزم كله ده مش منطقي يعني سؤال ايه او مره عنده مش سهل الكلام كده فبس تركز وشوف وعشان دي مش سؤال هذا مكتوب في مكان ما سهل الكلام فجلوبال ديفلوبمنتال ديلي هي كلينيكال مانيفيستيشن اوف ديليز من تاسس الامور وصلت ولا ما وصلتش كده جامد انا اكمل الاسباب تعالوا نكمل الاسباب بتاعه ان انت تتردش انا اورجانيك كوز بقى حاجه ضرب البرين نفسه هي اسمها ستاتيك وبروجريسيف استاتيك يعني انسلت جه بوظ البرين ومشي خلاص اللي هي شبيهه الى حد كبير باسباب السيريبرال بولسي انتي نيتال ونيتال وبوستي سهل الكلام كروموزوم ابنورماليتيز تراجين ستورج انفكشن سيريبرال انوماليز كرينيال انوماليز بريستال انسفيشنسي بيري نيتال اتش اي اي بريماتوريتي انترا كرينيال هيموريج وانترا كرينيال انفكشن بوست نيتال انوكسيا انترا كرينيال انفكشن التروما بالروبا انكفالوباثي سيفير هايبوكلايسيميا وليت انتوكسيكيشن سهل الكلام كده دي اسمها ستاتيك انكفالوباثي دي بقى عندنا حاجه اسمها بروجريسيف انكفالوباثي يعني طول ما السبب موجود موضوع عمال يزيد فكره ان الحاجات دي بعضها له علاج لو عالجته اي ويل ارست بروجريشن بدل ما يبقى سيفير او بروفاوند يبقى مريض او مدرك مش وحش صح ولا لا زي هايبوثايروديزم مش كده لما اشخصها عن سن 3 شهور مش عن سن سنه او بعد اسبوعين بدا يبوظ خلاص بس عملت له سوبر عدتها يطلع مايل دي ام ار خير او يتعلم يشتغل اي حاجه بروفاوند ام ار ده 24 ساعه تاخد له نتيجه صح ولا لا فراكتوريا ما بيصير نيورو ديزيز هوموستينوريا جراكلوزيميا ليشن هان سيندروم ام بي اس وليبيدوز سهل الكلام كده فاسمع برضه في البروجريسيف بوست انفكشن اسمها سب اكيوت سكليروزنج بانيك كيفالايتس هيعمل بروجريسيف ام ار لحد ما يموت في الاخر وخلناها في النيورو ديجنتيف سهل الكلام كده يبقى احنا عندنا في الاسباب اللي من ثلاثة ديجن اما حاجه اسمها نون اورجانيك يعني سوشيو كارسر فاكتور انفايرمنتال فاكتور في حاجه اسمها اورجانيك اللي هي ستاتيك او بروجريسيف سهل الكلام كده
وهي في مجموعه لوحدها كده من المينتال ريتارد اسمها اكسلينتد مينتال ريتارديشن. ده خلى المينتال ريتارديشن اكتر شويه في المين. سهل الكلام كده عشان الاكس كروموزوم ده والمشكله برضه في الاكس كروموزوم في الاخر انا عامل مشاكل الاكس كروموزوم بس عشان ما عندوش الا واحد فالمشاكل ظهرت عنده. هم وايد الذين عندهم نفس المشاكل مش ظاهر عندهم هو دي الفكره ان ام ار برضه بتجيبين عليه لكن احنا مش معناش الاكس واحده ليه يبان ايه يبان الموضوع في حاجه اسمها اكس لينكد ميدال ترانزيشن بيسموهم 5 كلاسز. كلاس 1 سيندروم فراجايل اكس سيندروم او رد سيندروم. هذا فراجايل اكس والرد مش اكس هيولد ابيليبسي ميدال ترانزيشن. في اكس لينكد دوميننت ديس اوردر اثنين دي بس اشع في البنات. الباقي كلهم الجروبس الباقي كلهم اكتر في الايه؟ في المين. اكس لينكد دوميننت هما ان كونتينشال بيجمنتاي وهليب سيندروم خلناهم يعملوا من ثلاثة وديش بيجوا بس في البنات كده البورن ايرو ميتابوليزم ايش نايهان هانتر ليوي مينك سيندروم اكس لينكد ريسيسيف ديس اوردر ويعملوا من ثلاثة اكتر في الولاده. نيورو ماسكولار ديس اوردر دوشان وانوريا سيندروم. وبعدين اخر واحده دي مهمه اسمها نون سبيسيفيك اكس لينكد مينتال ريتارديشن. ايه حكايتها دي؟ فنتعرف بعد شويه لما نيجي نعمل انفستيجيشن الدنيا مش وارده ولا حاجه. انت في نسبه لا باس بيها من الناس اللي انتجت اي سبب خالص تعمل كل حاجه دي باي ام ار اي وستورش سكرين ودبل سكرين وما تلاقيش سبب خالص من الام ار خالص ده انكسبلين او ايديوباثيك مفيش سبب وتعاود تعمل له سبورت تريتمنت وخلاص. بعض العيال دول لما اجي في شجره العيله انا كل اللي عندهم المرض ده في الولاد وماشيه جدا مع الباتر اوف اكس لينكد انيرتس. ما دي هعمل البيدي جرين. البيدي جرين انا ما اعرف الناس حاجه مش عارفها. واللي هو عنده بي كيو وسط شجره العيله انا عارف ان البي كيو اوزوبر سيستم ايه الهبل ده وسط ولا ما وصلتش. اقول له بقى اجي بقى الاب والام اقول لهم هاتوا لي بقى سلسفيل سلسفيل اهاليهم كلها حد ايه سابع جن. اه والله ده كان ابن عم خالته عنده نفس القصه وبرضه كان اذا كان على قد كده مدرسه خاصه. اسمع شجره العيله لقي نو فازر تو سان ترانسميشن. المره دي في النيز بس. من الام كارير اه كده نون سبيسيفيك اكس لينكد منتال ده. المهم عشان جينات الكانسر وصلت ولا ما وصلتش؟ فاهم الكلام يا شباب؟ في حاجه صعبه كده؟ لما يجي بقى واد عنده ام ار طبعا هنقعد هيستوري اكزامينشن طبعا يمكن اقدر اوصل للسبب من الهيستوري اكزامينشن كده ابدا اعمل انفستيجيشن. لازم طبعا روتين اعمل ام ار اي على البرين اشوف هل في ستراكشر بين انوميا ولا لا دي اكيد. اعمل انبورن ايرو ميتابوليزم سكرين اعمل يورينري امينو جرام بلازما امينو جرام لاكتيز ليفل اي حاجه من الحاجات دي اشتغل في الموضوع ايه ستورش سكرين. لازم اعمل طبعا كاريو تايم فيش تكنيك او بي سي ار لو شكل حاجه معينه. طبعا لازم اعمل اي كيو اسسمنت واعمل فانتس اكزامينشن. سهل الكلام كده؟ سهل كده. الجينيتك كاو طبعا الاهلي مهم جدا ريسبونس ريتاردز اجيب عالم تاني مينتال ريتاردز ولا لا؟ طبعا يا جماعه مينتال ريتارديشن از نوت دايجنوستس ما ينفعش اعمل جينيتك كاو لسيمبتوم ام ار ده سيمبتوم اندرلاين ديزيز صح ولا لا؟ ما ينفعش اقول واحد حراره ده مش تشخيص فيبر لا اسمع سبب فيبر ايه؟ فلابد ان الوصول الى سبب لابد ان الوصول لو اعمل جينيتك كاونتنج على السبب طلع داون سيندروم والله ولا ريسك اوف ريكارنس كذا طلع فراجايل اكس سيندروم ولا ريسك اوف ريكارنس كذا طلع في نايل كنوريا 25% وصلت ولا ما وصلتش طلع مننجايتس ولا ان شاء الله مش هيرجع تاني احنا كل مره بقى يجيله ايه؟ مننجايتس سهل الكلام لكن في بعض الاحيان ما ليش سبب خالص صح خالص وده كده حاجه لا بقى كميه لا باس بيها يعني. لو كان اب والام سلام يبقى ريسك 5% بريك ريسك 5% كان واحد اوف ذا بيرنتس از ريتاردد يبقى 20% تو ريتاردد بيرنتس يبقى 40%. والله طلع نون سبيسيفيك اكس لينكد من ريتارديشن يعني اسباب شجره العيله ماشي اكتر مع اكس لينكد انهيرتنس ولا احتمال الريكارنس في الولاد 10 20% ان شاء الله بنات ما يجيلهمش. وصلت ولا ما وصلتش؟ في حاجه صعبه كده؟ في حاجه صعبه؟ الصفحه اللي جايه دي سؤال شفوي شهير جدا جدا جدا.
ويخط بسرعه عبيط خالص يقول لك يخش كده يقول لك بريفنتابل من الريتاردشن ده شكله مشهور خالص كتير جدا يوم الوراثه بالذات كان وي بريفنت من الريتاردشن ولا دي حاجه مش ممكنه ده ممكن فعلا كتير هقول بالمهم بس اهم حاجه ده هو عايزها اللي هي النيتك سكرين من الاخر يعني ان هو نعمل سكريننج الامراض اللي ممكن تعمل من الريتاردشن ورطها بدري وعالجها غير اللي ده فتح الكلام متكلم فيهم بقى اسمين فايبوثايروديزم سكرين بروفلاكتيدوريا فولجالاكتوزيميا صح اشخاصها وعالجها قبل حدوث المنتال ريتارديشن دي اهم حاجه في الموضوع اللي كان عنها بالتفصيل في الايه او لو جه سؤال اسي او في الشفوي حاجات بقى كده يعني ايه تحابيش يعني لما اعمل جود انتينيتال ونيتال وبوست نيتال مانجمنت قلل بقى الانوكسيا وقلل الجليماتيوريتي فيمكن تؤدي الى ايه نيتال ريتارديشن لما طعم كل الستات اجينست روبيلا فأمنع حدوث الروبيلا سيندروم اللي هي سبب مهم من أسباب المنتال إيه؟ ريتارديشن. لما أعمل جينيتك كونسلنج وأقول للأهل ريسكو في كارنت وأعمل أنتي نيتال دايجنوزيس أو طالع دواء مثلا أنزله أنا بمنع حدوث إن عيل يتولد عنده منتال إيه؟ ريتارديشن. سهل الكلام؟ لكن الجزء الرئيسي في إجابة السؤال هو نيونيتال سكرينينج اللي هي بالتفصيل بعد شوية. طب العلاج بقى في علاج ولا مفيش؟ العلاج لو في سبب تريتابل هنعالج. هايبوثايروديزم هنعالج. طبعا حصل حصل بس يوقف الديزيز بروجريشن يعني توزيني انا عنده فانا كنت دوري ما يتعالجش خلاص هعمل له ايه سي بي ولا جوشي ولا مش علاج ام بي اس ولا بتاع هعمل له خلاص سهل كده بعد كده اعمل له بقى ريهابليت يحصل اي كيو اللي هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير ولا بروفاوند ديوكابول ولا ترينر ولا ايه حسب بقى هو انا الحمد لله خلصنا منتال ودي حاجه عظيمه جدا جدا جدا, جداً. خدوا دي ليست ما تكلمش
او كوميونيتي في الليله الثانيه وده عن المساواه عشان مش موجودين 52 يبقوا 87 سنه بيعملها روتين كوريونيك فيلا ستاتيك بره. جابت قبل كده عين عنده كروموزوم ابنورماليتي دي هاي انديكيشن فاميلي هيستوري اوف كروموزوم ابنورماليتي. بص يا جماعه دي حاجه مهمه. هتقول لك انا مثلا اختي مثلا جابت عين عنده داون سندروم وانا قلقان ماشي حاجه تقوم عامل للاب والام كاريوتايب. لو طلع نورمال الموضوع بقى خلاص مفيش حاجه ادد على الانترنال بوبيوليشن. لو اختها جابت عين داون يبقى هجيبها خلاص من الاب والام مش بي تي سي كارير يعني من اخصه ولا ما وصلتش. انا الاب والام سوريان كارير طيب اقعد اعمل سوريان وخلاص ما تلاقيش طلع منهم حاجه بروح اعمل حاجه ايه؟ انفيسيف. سهل الكلام. تاني هيستوري اوف سنجل جين ديس اوردر نفس الكلام. مش الاب والام كارير ولا مش كارير. لو كارير هعمل بقى حاجه كبيره للعيال مش كارير خلاص. تاني هيستوري اوف نيورال تيوب ديفكت دي ممكن اقيسها انا اقيس الالفا فيتو بروتين. بص يا جماعه كانوا زمان بيشخصوا النيورال تيوب ديفكت بقياس الفا فيتو بروتين اتعملت في اليوم. انتهت الكلام بس الكلام ده بيطلع. لو حاجه مور سيمبل ومور اكيوريت ان انا اعمل سونار واقيس الالفا فيتو بروتين في دم الام. ده مور اكيوريت عن قياس الالفا فيتو بروتين فقط اتعملت في اليوم. وصلت وضع ليه عادي. دي حاجه سهله اهو. اعمل سونار للبيبي كومباين الترا ساوند اند ميجرمنت اوف الفا فيتو بروتين في الماتيرنال ايه؟ سير فاسهل ومور اكيوريت. سهل الكلام كده. عندها فاميلي هيستوري اوف ستراكشر انوماليز اعمل لها بس سونار اللي هو بتتعمل حتى بتوع بيسموه كونجنتال سكان هذا الجرعه الصباع. ده حاجه تاني. ده في الداون موضوع تاني خالص جاي بعد شويه بتكلم على نيور تيوب ديفكت سبيسيفيك يعني. اذر هاي ريسك بقى جروب زي كونسانجونس بيرنس عامل سونار بور اوبستاتريك هيستوري بتاع صلاة كتير ستيل بيس او ابورشن عامل برضه ديتيلد الترا ساوند انكونترول دايابيتس برضه عامل لها ديتيلد الترا ساوند. طيب دي بقى التكنيك اوف انتي نيتال دايجنوز. الكلام ده مهم جدا جدا جدا. انا متكلم سؤال انتي نيتال دايجنوز عندنا انفيزيف ونون انفيزيف. الانفيزيف اللي هم امنيوسينتيسيس وكوريونيك فيلم اسامبلي وامبرايكال بلاس سامبلينج وفيتوسكوب. ايه دول بقى؟ امنيوسينتيسيس ان انا في السونار اسحب شويه امنيوسينتيسيس في دول من حوالي 10 ل 20 سم وابدا احللهم واحده واحده كده. هو الامنيوسينتيسيس في دول ده فيها لايك هي منين؟ شيدنج من سكين اوف ذا بيبي صح كده. انا عايز الخلايا مش كده؟ اعمل له سنتريفيوجيشن واجيب الخلايا تحت بتاعت البيبي واعمل لها كاريوتايب ماشي الحال كده. والفلويد ده اقيس فيه الفا فيتو بروتين بدل ما ارميه. حاجه ايه؟ انت قاس الفا فيتو ايه؟ يبقى كده ارميه. سهل الكلام. الخلايا بتاعت السكين بتاع البيبي از سلولي جروينج. فانا اخد لها من اسبوعين الى اربع اسابيع على ما تطلع لي انف سيلز اللي بيها انا لابس. والامنيوسينتيسيس بتعمل تقريبا عند اسبوع 16. اشمعنى مش قبل كده؟ عشان الاقي انف اماونت اللي هو عشان اسحب 120 سم ما فيهاش مشكله بعدي. فتخيل معايا ده اسبوع 16 واربع اسابيع على ما يطلع 20 اسبوع ده نص الحمل يا عم عدى خلاص. ما بقولش ايه اللي هعمله صح ولا لا؟ فبالتالي ليس هو الفيرست لاين اوف انتي نيتال دايجنوزس لو انت ناوي تعمل ثيرابيوتيك ابورشن. مثلا انت نزلت وخلاص اعمل بقى مفيش مشاكل. لو انت ناوي تعمل ثيرابيوتيك ابورشن بناء على نتيجه الانتي نيتال دايجنوزس اوف نو فاليو صح ولا لا؟ مش الاسبوع ده نص الحمل عدى هيستروتومي ده حاجه كبيره وصلت ده واد ويل ديفلوب. سهل الكلام كده؟ حاجه صعبه؟ حاجه صعبه؟ هو بس ليه مشهور ان هو سهل خالص. يعني النايب مسا شافه مرتين عارف يعمله نار ومشاهد عمليه الفلويد فين وبيبي فين دب سرنج واصحى سريع. الموضوع يعني ايه؟ مش فن يعني حاجه سهله خالص اي حد عارف يعملها وريسك اوف ابورشن معاها او كوميشن قليله خالص خالص خالص. سهل الكلام كده؟ حاجه صعبه؟ اتفقنا مش هي اهم مش هي احسن حاجه. احسن حاجه والستاندرد ميثود اوف انتي نيتال دايجنوزس لو انا ناوي اعمل ثيرابيوتيك ابورشن هو كوريونيك فيلس سامبلينج سي بي اس كوريونيك فيلس سامبلينج. ده بيتعمل عند الاسبوع العاشر بدري خالص اهو.
باخد حته من الكونيك باللايت الفيتا سايد يعني بالفيتا سنس وانا باخد كده حسب بقى شطاره اللي بيعمل التهابه حاجه صعبه شويه انا عايز بالشرايط اعملها كتير مش حد يعرف يعملها حسب الشطاره اللي بيعملها او حسب رزقه بقى طلع معاك كميه سيلز كتيره ولا قليله لو طلعت كميه سيلز كتيره ينفع اعملها دايركت كاتشر وفي 24 ساعه بقى نتائج انا بعد 10 اسابيع بعمل ايه بعمل النتائج لو كميه قليله هعمل لها كاتشر بس انا اسبوعين زي الكلام كده برضو 10 12 الدنيا هيسه معاك في ايه في الفيرست ترايمستر والدنيا ايه سهله خالص فبالتالي كوريونيك فيلا سامبلينج هي البريفيرد ميثود فور انتي نيتال دايجنوزيس لو انت ناوي تعمل ثيرابيوتيك ابورشن سهل الكلام كده طبعا دي حاجه اصعب شويه واحتمال الابورشن معاها 1-2% اعلى شويه من الايه من اللي فاتت ولا تعمل في قبل الاسبوع التاسع مطلقا يعني قبل الاسبوع التاسع تبقى الاطراف مش باينه بتاعته الابر واللور ليمب لو دخل في البتاع دخل في ليمب ترانسفيرس ريابيوتيشن ترانسفيرس ليمب بقى نوم فرق دوعنا قبل الاسبوع الايه التاسع سهله الكوريونيك زي ما من الكرونيك فيلوب عشان فرق معموله فيتال وماتيرنال سايت هو مش فيتال هو معموله بالفيتال تيشو سهل الكلام كده اللي بعديها في حاجه صعبه لحد دلوقتي اللي بعديها اسمها فيتال امبرايكال بلاد سامبلينج فيتال امبرايكال بلاد سامبلينج دي بقى الاسبوع 16 17 اسبوع على الفرق ايه فائدتها دي لا فائدتين رئيسيتين فائدتين ايه رئيسيتين اول فائده هتبقى ارجنت كاريوتايب يعني ايه ارجنت كاريوتايب؟ هنعملها ازاي؟ اقعد عينه من دم البيبي من امبرايكال كور طبعا حاجه صعبه حاجه هاي تك البيت ده عندنا سي بي اس اللي عندنا مش فنسه اللي هي كوريونيك فيلا سامبلينج كتير وحاجه عاديه بنروحها كل يوم اثنين في مركز الوراثه وعارف احمد رامي بيعملها حاجه مش فيها مشاكل السي بي اس عشان بيعملوها المكتب ما عادش يعملوها ولا لا بس اعتقد بيعملوها بس اعتقد بيعملوها هم بيعملوا انترنتورال ترانسفيوجن وانا بعت لهم عينه عملها حتى انا عارف عملها كده غالبا بيعملوها يعني مش صعبه بس ما اعرفش مين يعملها دي حكايتها ايه؟ بتعمل ليه؟ واحد انا في عين الدم كده وهو وزنه 30 متر على فوق. هو مرض جامد نادر يعني المهم ياخد دم كتير بقى العيال دول والام تبقى تعبانه مع عيالها حبايبي وكمان من خارج تاني يا بنتي احتمال يبقى 25% ثلاسيميك فعايز تعملي اي انت دايجنوزس وسي في اس والناس دي طبعا القصه الهرمونيه والحاجات دي انا مش عارف بالظبط قصتها ايه بس اللي انا سمعته ان هو لو في الفيرست ترايمستر قبل 100 يوم دي حالات يعني بحس ان هو بينفخ فيه الروح بعد 100 يوم بيبقى لا يبوس شرعا ده يعني ايه معلومات المهم يعني بس انا مش متاكد في الموضوع ده بتكلم على الطب دلوقتي فايه قلنا ممكن تعملي ايه اعداد الجوزس والثيرابيوتيك ابورش سهل الكلام فايه قاعد في الكلام شايف الواد ايه تعبانه معاه ومش عايز يجيب ثلاسيميا تاني حاجه متعبه جدا كل شهر نقل دم ومش عارف مستشفى وعمليات وادويه على طول وبتاع فكان عند الاسبوع ال 10 او 12 تعمل سي بي اس هي نازله على سنه قبل مين؟ حوالتها راح فين؟ تعمل سي بي اس لا ده ازاي الواد وابني مش عارف ايه طلع جبت فوق ف جاء اسبوعين ثلاثه تعمل مش عارف الواد ايه تعبان معاه ومش عارف اسبوع 15 16 جاي وانا عايز اعمل قابلت مين برضه؟ عملت ضربها وقال ايه؟ رايح على المستشفى. اسبوع 16 نعملها ايه؟ امنوجينتيسيس فاهم بس اربع اسابيع صعب كورونيك فيلا سامبلي ينفع يتعمل طبعا في اي وقت بعد الاسبوع العاشر هي ورزقها ممكن دلوقتي مستنى اسبوعين وانا خايف في اسبوعين دول كريتيكال 18 اسبوع بعد وصل ولا ما وصلتش انا مش قادر احلف ان اعملها هيطلع كميه هناك ايه تيشو ويصبح ابوشن 2% ما ينفعش اعملها طلع مش ينص اعمل حاجه ثانيه عمال اعمل ابوشن صح ولا لا؟ هو ده مش انا اعمل لك ايه بس اعمل في هاي بروليفريت انا رايح بعمل نتيجه 48 ساعه انا وصلت ولا ما وصلتش انا عايز اعمل كده طيب بسرعه على اسبوع 16 ولا حاجه اخد قرارات دلوقتي في اسبوع 16 لسه بدري وصلت ولا ما وصلتش الحاجه الثانيه حاجه بقى بعد الوراثه لو انا عايز اخلص انتي ليتر انفكشن مثلا لقيت اي جي ام عند البيبي يبقى ده انفكشن صح ولا لا؟ الام دي الام صح ولا لا؟ دي حاجه ممكن اشخصها برضه بتركي وتنسى امبريكا بلاد ايه؟
سهل الكلام. حاجة رابعة اسمها فيتوسكوبي. اسمها فيتوسكوبي. ايه فيتوسكوبي ده؟ ده منظار بتاع اللابوروسكوب العادي خالص بتاع البطن. لابوروسكوب يخش من البطن، يخش من اليوترس، يوصل لحد البيت، يقعد يبص عليه، اكنه يبص عليه بالظبط بعينه جوه الايه؟ جوه اليوترس. ممكن ياخد بايوبسي كمان، سكين بايوبسي، ليبر بايوبسي، مش عارف حاجة. من البيبي؟ من البيبي اه. سكين بايوبسي، اه ليبر بايوبسي حاجة عادية. طب احنا بنعملها ليه الأول؟ وليه بطلوا يعملوها؟ ليه كنا بنعملها وليه بطلوا يعملوها؟ أنا مثلا عايز أشخص أورنيزين ترانس كربامينيز ديفيشنسي. هذا الإنزيم موجود في الليفر فقط. أعمل ليفر إيه؟ بروبس يقول لك مش بيزيد ديفيشنسي. لو أنا عايز أشخص كونجيتا أنوريز صممانة كده، بس بطلع عليها، عايز أبص على البيت؟ صح ولا لا؟ مش عارف. هذا الكلام أوبسوليت، قول لي ليه؟ الصور دلوقتي بقى ما شاء الله 3D و4D بتشوف اكنك قاعد جوه الايه؟ جوه اليوتر، صح ولا لا؟ فالمايلور انوماليز دي اللي انت كنت عايز تشوفها بعينك هتشوفها بصدار بايه؟ بسهوله، ما عادش ايه؟ دي شرحت. الحاجه الثانيه كنا زمان مش عارفين الاو تي سي ده الجين بتاعه فين؟ وطبعا هو نفسه فتعبنا كل شيانه كل حاجه فين؟ فناخد كورينج فيلا سامبلينج وادور على الجين بتاع الاو تي سي موجود ولا مش موجود؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ عشان دي حاجه بقت يعني حاجه بتعمل فيري رير في فيري سيلكتد سيتويشنز فيري هاي ستريس سنترز. وصلت ولا ما وصلتش؟ كان زمان بيعملوها كتير، خلاص بقى كان اقل خالص عشان الفور دي الترا ساوند ومعرفه الجينز بتاع كل حاجه الحاجه موجوده. وصلت ولا ما وصلتش؟ ده يا سيدي الفاضل في توتال. طبعا الريسك بيبقى واصل معاها 5% عالي خالص لما اعملها تكون عاملها فور فيري امبورتنت سول انديكيشن، صح ولا لا؟ يطلع الاخر النورمال ويحصل له ابورت هيروح خلاص، صح ولا لا؟ جميل. في حاجه صعبه كده؟ دي كلها انفيزيف ميثودز اوف انتي نيدر دايجنوز. عشان اعملها يبقى عندي حاجه جامده. حاجه ايه جامده؟ يعني هو بي سي كارير ريسك اوف بيكاس 50% 20% حاجه تستاهل اعمل حاجه ايه؟ حاجه انفيزيف. لكن ام بنت خالتها جابت عيل داون، اخوتها جاب لها مطر انوماليز، مش عارف عندها في العيله مشاكل صحيه، مش عارف اعمل كل الناس دي انفيزيف، اعمل حاجه ايه؟ اترا ساوند اللي هي نون انفيزيف انتي نيدر دايجنوز. السونار هيعمل لي حاجات الاتيك. طبعا حاجات الاوبستاتريك، شوف الفيتا كروس وفايابيليتي وكل الحاجات دي على الوراثه. انا كمان على الوراثه هيشوف ايه؟ اول حاجه خالص الكونسول يشوف ايه؟ ممكن يشوف ميجر انومال بصوره خالص، صح كده؟ يشوف انهي الكفه كونجينيتال هارت مينجو مايلوسيل ده فراجماتيك هيرن جاستروس كيس، ولا يشوف بصوره خالص ايه؟ السونار، صح كده؟ فيشوف ميجور كونجيتال انوم. حاجة تانية نشوف ان انا هقول له دور لي على حاجة معينة، فلما يدور عليها يلاقيها. زي ايه؟ عندنا سندروم اسمه شورت ليمب بولي داكتلي سندروم. ده عندهم مشاكل كتير كده بس حاجة هتبقى واضحة في السونار بولي داكتلي. هقول له دور لي على بولي داكتلي، فهي بيدور عليه ويلاقيه. اه يبقى غالبا السندروم ده ايه؟ موجود. سهلة كده. الحاجة التالتة هو يشوف حاجة تقيله هيروح يعمل حاجه انفيزيف، يعني يشوف فيري لارج بلاسينتا، يشوف عندنا نيوكال فولد سيكند من الاخر بتاعت ايه؟ بتاعت البيبي. كل الحاجات دي معناها ان غالبا اندرلاين كروموسوم. لما يشوف الحاجات دي يقول لك انا لازم اعمل بقى سي بي اس او اعمل ايه؟ انوسينتس. وصلت ولا ما وصلتش؟ يبقى استوى يشوف ميجر انومالي اخليه يدور لي على ميجر انومالي شايف فيها، او لو شاف حاجه تقلقه اروح اعمل حاجه ايه؟ انفيزيف كبير. وصلت؟ حاجه عظيمه جدا. الحاجة الثانية في النون انفيزيف دايجنوزز قلناهم وقلم طار عادي اصلا فيتو بروتين قلناه بتاع الايوريجين بالثيك والتريبل والكواد سكرين بتاع الداون واظهر ايه؟ طيب صح كده؟ جميل. دي نون انفيزيف دايجنوزز كويسة. اللي بعديه حاجة اسمها ريسنت ميثودز اوف انتينيتال دايجنوزز. ركز معايا يا باشا كده. تعرفوا حاجة اسمها اي بي اف؟ هو ايه؟ انترافينس اي بي اف. حاجة مهمة جدا للاب والام نفسيا وماديا، صح كده؟ ايه نفسيا بتاخد اندكشن وكل شهر تعمل اسبيريشن وتعمل فلتريشن وتطلع بقى يعني براذر
معيش ولا مش هيعيش حاجة. وطبعا الفلوس بتجيب بقى ايه؟ ألفات ألفات ألفات. فتخيل بقى لو أب وأم عندهم ريسك لمرض دراسي معين عملوا أي دي إف ودفعوا قد كده وفتحوا داون ولا حاجة يعني أي مرض إيه؟ عندهم ريسك لمرض بقى حاجة إيه؟ كارثة إنسانية صح ولا لا؟ بعد كل ده تطلع في مشكلة وراثية. فلو الأب والأم عندهم جينيتك هيستوري معين وأنا قلقان منه لازم أتأكد إن الغالب ده سليم صح ولا لا؟ تبقى مصيبة مش كده. أتأكد إزاي؟ يبقى تقوم مثلا تدور بتعمله بس في الأي في إف بس من إيه؟ من الأي في إف. طب نشوف نفترض إن الأم هي اللي عندها الجين اللي فيه المشكلة. الأم هي اللي عندها الجين اللي فيه المشكلة. فالجين ده موجود عليه جنية هو اللي تنقسم الأوفا حاجة اسمها فيرست بولر أوفا صح كده؟ يبقى في جين هيروح في الأوفا وجين هيروح في الإيه؟ في الفيرست بولر أوفا صح ولا لأ؟ يبقى إذا لو الأم عندها جين بايظ وجين سليم لو الجين البايظ راح في الأوفا يبقى أكيد سليم فين؟ في البولر بودي يبقى العكس. فأنا هجيب الأوفا ده أعمل لها أي في إف وآخد البولر بودي بتاعها يعني مش لازمة خالص وأحلله طلع سليم قالوا بدي كويس مش ارميها ما عملهاش فيلترايزيشن طلع البولر بودي في الجين المضروب قالوا بدي سليمه استعملها في الاي كيو وصلت بقول تاني عندنا ام عندها سيروسايتوز فالجين بتاع السيروسايتوز موجود ودي سليم صح ولا لا مش كده دومين هو بتاع السيروسايتوز اي بي اف بس بقى السيروسايتوز ما حرام يعني اي بي اف وده هو كل شهر بيجي دم ومسلينك وانا في ايديا موضوع يعني مش ايه يعني جايبه ولا حرام صح ولا لا فانا بجيب 3 4 اوفا من الام فاللي بيحصل الاي بي اف 3 4 اوفا بالاندكشن هقوم اوفا 1 2 3 4 فوضعك ابوها وشيل الفيرست بولر بودي بتاع كل اوفا وصلت ولا ما وصلتش قول لهم عندها جين سليم وجين مضروب صح فالواحد راح في الاوفا والتاني راح في البولر بودي فلو كان البولر بودي السليم البولر بودي هو ايه؟ الفايروس صح ولا لا؟ وصلت ولا لسه ما وصلتش؟ أو تاني؟ يعني هي هاخد كذا أوفا ممكن يبقى واحدة سليمة واحدة طبعاً هو نعم هو جين راح هنا وجين راح هنا أوجونيا كله أوجونيا فيها جين سليم وجين فارس لو قسم هو وليد أهلا بقى وسط ولا ما وصلتش أو تاني؟ زهلة كده؟ أو تاني؟ أزي أمان ماشي الحال كده؟ نفترض بقى نجي عند الأمر ماشي حال السبير ما حالته باص خلاص صح ولا لأ؟ اعمل ايه؟ هعمل فيلترايزيشن خلاص وعندي زايد وزايد انا بعمله امبلانتيشن انا بحط 16 سيل ستيج تقريبا يعني بعد تسع خليه ده كده في الانبوب احطه بقى في الايه في النيوكليس فلما يبقى الزايد في مرحله ال 8 سيل ستيج ولا حاجه اقوم اعمل اخد منه 1 سيل خليه من الزايد ده واحللها طلع فيها المرض ارمي الزايد ده خالص ما اعملوش امبلانتيشن طلع سليمه اعمل امبلانتيشن الزايد ده وصلت ولا اقول تاني؟ اقول تاني؟ اقول تاني تاني انا جبت المشكله عند الاب بعمل سبير مش عارف هو سليم ولا مش سليم ما اعرفش بعمل في لاي شاف عدو في لاي خليه 2 4 8 وعدت 8 خلايا اخد منه خليه واحده واحللها طلع سليم ولا ده سليم صح ولا لا؟ اكمل البرانشن بتاعته كل يوم طلع بايظ يبقى زي ده بايظ ما عندوش وصلت ولا ما وصلتش؟ سهلة أو تاني لما أخذ منه سليم مش بتأثر بتأثر طبعاً طبعاً ما هو بعد سنين من الـ IVF لما الـ IVF عملهم مايند إنكريز إنسيدنس دي حاجة سواء عملت كده أو ما عملتش كده هو القصة كلها مش ناتشرال بس هتعمل إيه ما تقدرش حد تاني يعني أنت يو هاف أن أذر إيه أذر أوبشن سهل الكلام؟ نعم اتفضل كروموزوم ديس اوردر امبرنتنج يعني مش طبيعي 100% بس خلاص انا هنعمل ايه؟ دونت هاف اذر ايه؟ وطبعا طبعا لازم الخليه يبقى احتمال امبرانتد اقل سن بس انت ما عندكش يعني احسن ما يبقى امبرانتد ويبقى فيه مشكله. اخر حاجه خالص بيحاولوا يدوروا على فيتال سيلز اذا ما تيرنال سيركوليشن اكتشفوا ان حتى في الايرلي بريجنس خالص الخليه قليله جدا ما بتجيش في دم الام بس يعني عشان اجيبها بقى محتاجه فيها تكنولوجي لسه ده كان ده اندر ريسيرشز اقدر اعمل ديتكشن اوف ذا فيتال ستيت ان ذا ماتيريال سيتويشن واشخص كل مشكله حاجه انا بيز اوف خالص انا اعمل بقى اعمل بيز ولا سي بي اس واشيل من هذه الايه من هذه الايه يبقى الحمد لله خلصنا كمان بس ولا اي حاجه بقى
سهل الكلام اللي هو انتي نيتال دياجنوستس. سهل الكلام سهل الكلام. ده حاجه عظيمه. الموضوع اللي بعديه جينيتك سكرينينج.
في انتي نيتال سكريني بايه؟ السونار صح ليها حاجه نون انفيزيف السونار والتريبل تيست ما ينفعش نعمل سكريني بحاجه انفيزيف النون انفيزيف في نيونيتال سكريننج بجرا ده مهم جدا 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 للبي كيو والهوموكسينوريا والمابلسيدا بيوري ديزيز وجالك اسيدينيا جالكتوزيميا تايرونيميا سيكل سيل هي مجموعه من الامبورن ايرور اوف ميتابوليزم بيتعمل حاجه اسمها تنظم ماس سبكتروميتري الجزء ده كان زمان دلوقتي بقى كله مكتوب عندكم كله بقى اسمها تنظم اسم التست مهم جدا لما بيسال في الام سي كيو شافها كتير جدا تنظم ماس سبكتروميتري اسم التكنيك بيعمل سكريننج فور امبورن ايرور اوف ميتابوليزم ممكن اعمل سكرين حاجات اخرى غير الامبورن ايرور هايبوثايروديزم ده اشهر واحد فيهم يعني في مصر التي اس اتش والتي 4 مصر يعملوا تي اس اتش كونجينيتال ادرينال هايبربليزيا 17 هيدروكسي بروجستيرون الميل نيوبور صح ولا لا الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي الفا 1 انتي تريبسين اسي كونجينيتال توكسوبلازموس توكسوبلازما انتي بادي اي جي ام سؤال هو مش دي كونجينيتال يعني توكسوبلازما جات وبوظت الواد خلاص انا هستفيد ايه لما اعمل سكريننج اوف ذا نيو بورن فور توكسوبلازما ما حصل حصل التوكسوبلازما هي الاكسبشن الوحيد من ديستورشن انفكشن اللي بتقعد تعمل دامج بوست نيتال ست شهور كل التوكس كلهم سايتوميجالو هيرفيس روبيلا ليه عمل ومشي خلاص التوكس بتقعد تعمل فلما تعالجها ادفيرس يو ديكريز جدا ذا مانيفيستيشن اوف ذا توكسوبلازما هايبر ليبيديميا دي بيتا هاي بروتين اسي سيستيك فايبروزيس بتريبسين او دلتا اف 508 طبعا بره عام فلوس بيعملوا سكريننج بالميوتيشن ما شاء الله حاجه ايه عظيمه نيوروبلاستوما بيفينايل مانديليك اسيد ده اسمها نيونيتال سكريننج اسمها ايه نيونيتال سكريننج ماشي الحال يلا كده سؤال في النيونيت نيونيتال سكريننج سؤال في النيونيت مش في الجينيتال نيونيتال سكريننج قالوا ازاي سؤال في امتحان النيونيت بعد كده يبقى حلو كده نظام الحديث نيونيت سكرين انا قلت حلو زي ده كده سؤال اكتب الكلام ده في تفاصيل شويه واكتب الكلينيكال سكريننج ما هو النيونيت كده لاب وكلينيكال الكلينيكال بتاعه السيرش والانوماليز اللي هو التريبل تيست وال ما هي الأنفاستيشن عظمة دوميان يعني لو عنده الجين يبقى عنده مرض ما عندوش الجين يبقى عندهش مرض صح ولا لا بقى السكرين هيعمل الكارير ستيت والاوتوزومال ريسيف تريت صح ولا لا مش كده صح يعني بعد سكريننج البوبيوليشن ذا كارير اوف اوتوزومال ريسيف جين وهدف السكريننج هو جينيتك كاونسل انا اقول له ما تتجوزش كارير لو اتجوزت كارير تبقى عارف عندك احتمال 25% يبقى عارف افكتد فاعمل بقى انتي هنا دايجنوز او تصرف يعني مثلا بعمل سكريننج للالفا ثلاسيميا في تشاينا واسيا دي ثلاسيميا في الميدان ايريا سيكل في افريقيا سيستيك فايبروزيس في اوروبا تايسك في اليهود خلي بالك احنا قلنا حاجه مهمه خالص احنا قلنا الاصل في السكريننج اوف ذا كاريرز كاونسلنج طب هل الكارير ده ممكن يستفيد من السكريننج ولا مش ممكن او ممكن نفترض ان هو طلع كارير لهايبر ترايجلسرايدين وهايبر ليبيديميا هو على فكره ما عندوش مشكله بس ممكن يبقى اساس كل بدري سنه فهيدور من نفسه يلعب رياضه صح ما يتقلقش في الايه في الدهون يخس شويه صح ولا لا طلع كارير لسكل خلي بالك بعد ما عمليه يا ست انفكشن ما كانش الكوم ده عشان يبان ايه عيان اصلا هايبوكس ممكن يحتاج سيجري ذات ايه كونديشن الالفا هو الادريس الجاريه ما عندوش مشكله خالص ايه ده لو دخل يجي له مشكله
ما دخلش صح ولا لا. يبقى اذا الاصل في الكارير سكريننج هو الجينيتك كاونسلنج، لكن قد كان يستفيد نفسه وقد يكون عرضه لبعض الديس اوردر في بعض الاحيان. هما السكلو ان افاتيك كارير والتايب 2 هايبر كوليسترولينيا كارير يستفيد معه على طول كده انترميديت انهيرتنس. لو انتم فاكرين او في الحسبه في الوقت الكارير ميد واي نورمال ديزيز تعمل كارير ديتكشن بالجين. لو معايا فلوس صح ولا لا، معيش فلوس ممكن اعمل بالجين برودكت الكتروفريسز حاطط في السكر. مش لازم ادور على السكر جين نفسه، لو عملت اكتر في حاجه ارخص وده هيموجلوبين اس خلاص عرفت الايه، عرفت القصه. فاكتور ايه الاسيفي في مين طلع واطي شويه هي كاتر صح ولا لا، يعني لازم ايه اس جين نفسه. ممكن الجين برودكت يغني عن قياس الايه، عن قياس الجين. سهل الكلام. هل ممكن اعمل كارير ديتكشن لامراض مش اوزومال ريسيسيف؟ اه اوزومال دوميننت بس ليه اونست زي ادلت اونست بروزيت كيدني. فاحنا بنيجي على سن 40 سنه ممكن اقول بدري يتعامل على نفسه ايه من المشاكل اللي بتاثر على الايه؟ على الكيدني صح ولا لا؟ يبقى بعض الليت اونست دوميننت ديس اوردر ممكن اعمل لها سكرين. ممكن اعمل سكريننج فور بالانسد ترانسلوكيشن كارير. ما بيجيبش ده من ايه؟ سيندروم صح؟ ونعمل سكرين في ميلز والاكس لينكد ريسيسيف تريت عشان ما نجيبش عيال ولاد افكت. والسلام عليكم. اخر محاضره جايه ان شاء الله؟ اخر محاضره جايه؟ والله ما عارف، هو فاكر كتير الحقيقه يعني، بس احنا نقلبهم خلاص.